السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. عودة من جديد لبرنامج الدكة بعد فترة توقف، من خلال توقف مباريات دوري عمان للمحترفين وتوقف أيضا مباريات المنتخب ما عدا اللقاء الودي اللي خاضه منتخبنا الوطني أمام منتخب اليمن. بداية من اليوم إن شاء الله راح نتواصل وبشكل يومي باستثناء يوم الخميس في الحديث أكيد عن كأس الخليج، خليج 22، البطولة اللي راح تنطلق يوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض، وطموحات أكيد كبيرة للمنتخبات الثمانية المشاركة بالتنافس على كأس الخليج اللي يمثل أهمية كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لنا كخليجيين، وإحنا أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المهمة الصعبة لكن ليست أكيد بالمستحيلة. ومن خلال البرنامج والفترة أكيد فترة 48 ساعة اللي تسبق انطلاق البطولة أو 72 ساعة اللي تسبق بداية مشوار منتخبنا في البطولة بملاقات منتخب الإمارات يوم الجمعة، أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب، ومن الواجب ومن المهم جدا أن نساند المنتخب ونعطيك دفعة معنوية للاعبين وللفريق ككل، وإن شاء الله تعالى المنتخب يحقق المنتظر والمأمول من خلال الفترة القادمة من خلال الدعم اللامحدود من لدن المقام السامي ورفع حتى المكافآت اللاعبين من خلال هذه البطولة، وهو حافز وتشجيع كبير أكيد للاعبين. تبقى لكأس الخليج خصوصية ويبقى التنافس والإثارة في أرضية الملعب، ومن خلال نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني وللمدرب أيضا بول لوغوين في هذا الاختبار أيضا الصعب اللي يسبق نهائيات كأس آسيا بمدة شهرين. طبعا كأس آسيا إن شاء الله راح تكون في يناير بداية شهر سنة 2015 في أستراليا. في الدكة اليوم أرحب بضيوفي الكرام الكابتن هلال المخيني وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. نور يا عليك. يا هلا وسهلا فيكم. نرحب أيضا بضيوفنا الكرام والعائد من جديد الكابتن رشيد جابر، مساء الخير كابتن. مساء الخير خالد. يا هلا وسهلا فيك، واطلاله ايضا جميله ورائعه للكابتن فوزي بشير لاعب منتخبنا الوطني، مرحبا بك يا فوزي. مساء الخير، ان شاء الله نكون ضيوف خفاف على البرنامج. لا ان شاء الله، عودتنا على التالق في الملعب وفي التمريرات والاهداف، وان شاء الله تتالق ايضا في الدكه. ان شاء الله ان شاء الله. إذا بس يا ابو تركي يبين خجول بالملعب ياكل اللاعبين والملعب كله. هنا خجول. نعم، لا هذه فقط فدانا لا لا هذه فقط بدايه دائما يعني فتره جس نبض بالنسبه لفوزي. عموما ان شاء الله كابتن فوزي والكابتن رشيد جابر ان شاء الله راح يكونوا متواصلين معنا طوال مده كاس الخليج، راح نستفيد اكيد من خبره الكابتن رشيد جابر الكبيره سواء كلاعب او كمدرب، وخبره فوزي بشير اللاعب اللي افرح الجماهير العمانيه في المنتخب الذهبي، وان شاء الله تعالى يواصل تالقه من خلال خلينا نقول من اليوم بدايه في مشواره الإعلامي. راح ناخذ فاصل أو أغنية بالتحديد عن كأس الخليج ونعود لضيوفنا الكرام.
نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. وطبعا قبل شوي عرضنا ايضا عناوين التواصل بالنسبه لي من خلال تويتر والفيسبوك والانستغرام. نسعد بتواصلكم، مداخلاتكم وارائكم ونقدكم ايضا البناء اللي نسعد فيه، سواء كبرنامج كمنتخب كخالد او كاي فرد من افراد طاقم برنامج الدكه، اللي من خلال مثل ما ذكرت راح نغطي ان شاء الله وبشكل يومي خليجي 22 باستثناء يوم الافتتاح يوم الخميس. طبعا البرنامج ما راح يظهر بشكل مباشر، ويوم الجمعة إن شاء الله أكيد راح نتواصل بعد مباراة منتخبنا أو بعد المباراة أكيد الثانية، على اعتبار أن منتخبنا الوطني راح يفتتح مشواره بملاقات الجار منتخب الإمارات الساعة 6:45 يوم الجمعة، واللقاء الثاني أكيد كلاسيكو الكرة الخليجية إنجاز التعبير، العراق مع الكويت، ولقاء بذكريات جميلة وذكريات الزمن الجميل للأزرق ولأسود الرافدين، اللي اليوم بالتحديد ربما ضربة موجعة للفريق الأخضر بإصابة هداف ومهاجم الفريق بل وقائد المنتخب يونس محمود واستبعاده بشكل نهائي من البطولة. قبل أن ندخل في كأس الخليج فوزي، نرحب فيك مرة أخرى. يمكن الكثير من المشاهدين يتساءل، فوزي اعتزل دوليا لكن ماذا عن المشوار المحلي بعد ما شاهدناك قبل ذلك مع نادي ظفار في الموسم الماضي بالتحديد؟ الكل يعرف أن أنا أخذت تجربة مع نادي ظفار. نعم. بعد رجوعي من الاحتراف. نعم. يمكن قدمت موسم، كنت أتمنى أن أقدم موسم يكون إنجاز بالنسبة لفوزي وأضيف النادي ظفار. نعم. بطولة، بس للأسف يعني ممكن طلوعنا من دور الأربعة مع نادي النهضة ما كانت بالنسبة لي كانت صدمة. نعم. وحبيت أن خلاص السنة هذا نعطي فرصة للجيل الحالي. نعم. وأن أنا أتجه للإعلام وأتجه للإدارة الفنية. نعم. عموما فوزي، يمكن أنا قلت لك قبل أن يبدأ البرنامج وأقول لك على الهواء والمشاهدين اللي يتابعوا، الكثير من الجماهير تتمنى نجوم الجيل الذهبي أنها تتواجد سواء في التحليل في البرامج وغيره في الإعلام، وإحنا أكيد نرحب بهذا الشيء ونتمنى تواجدكم وتواصلكم أيضا إن شاء الله من خلال يعني البطولات والبرامج إن شاء الله القادمة إن شاء الله. خالد، هذا 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 هم هذا. نعم. دوركم أنتم. نعم. طبعا هم نعسس كده هو موجود فوزي اليوم، فدوركم أنتم أنكم. نعم. النجوم هذا تستفيدون فيها سواء كان في التحليل أو في البرامج الرياضية أو حتى في الجانب الإداري أو الفن. نعم. فهذا دور الجهة المعنية أن تستفيد من المواهب هذه ومن النجوم هذه. نعم. هم ما بدورهم أنه يقدموا أنفسهم. لا طبعا. يعني. عموما حتى سبق أن تواصلنا مع كابتن محمد ربيع وإن شاء الله ربما بعض الظروف منعته في الماضي، لكن في المستقبل نتمنى تواجدهم. هلال، أرحب فيك مباشرة. يعني احنا عموما راح نتحدث عن أهمية كأس الخليج ونتحدث أيضا عن وضع المنتخب وآخر أخباره، لكن تركيزنا الأكبر في مباراة اليوم راح أو في حلقة اليوم راح يكون عن المجموعة الأولى وحديثنا عن المنتخب السعودي والقطري والبحريني واليمني، وفي يوم الغد إن شاء الله راح نتحدث عن مجموعتنا، وأكيد تركيزنا راح يكون أكبر على منتخبنا الوطني اللي يطمح إن شاء الله تعالى لبطولة ثانية مع أكيد حظوظ يعني متساوي بالنسبة لبقية المنتخبات. هلال، كأس الخليج والأهمية الكبيرة لهذه البطولة، ما هي أسبابها بالتحديد؟ بداية مساء الخير أبو تركي، ومساء الخير للإخوان، مساء الخير موصول للمشاهدين الكرام، كل عام والجميع بخير بمناسبة العيد الوطني 44، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله وسلامة مولانا إن شاء الله، وننتظر بالسلام إن شاء الله، معافى إن شاء الله. نفس الشيء، نتشرف اليوم عودة الكابتن رشيد للدكة، تشرف بوجود الكابتن فوزي بشير، ولا أكيد رايحين كلنا نستفيد منه بحكم المشاركات اللي غضها كلاعب مع المنتخب والإنجازات الكبيرة أخوي هيثم نفس الشيء. فيعني أهمية كأس الخليج هي ملتغى لكل الأشقاء في دول مجلس التعاون، هي بطولة الإعلام إنجاز التعبير، التنافس الشريف حتى على أعلى المستويات. نعم. يوصل نفس الشيء هناك، الجوانب الكثيرة والتحدي الكبير، يعني كأس الخليج تعني الشيء الكثير لأبناء مجلس التعاون. ولا تنسى نفس الشيء، هذه البطولة هي ياما مدربين من خلال كأس الخليج وصل صيتهم إلى أعلى المستويات. نعم. وكأس الخليج نفس الشيء هي أقصى كفاءات كبيرة ممكن ما تنجح في كأس الخليج ويتم أقصاها. نعم. كمدربين. نعم. القصد فكأس الخليج فيها كل شيء، ولكن هي في النهاية ملتقى أشقاء. نعم. هيثم، ملتقى أشقاء مثل ما قال الهلال، هل تتفق مع أن ملتقى أشقاء فقط أم ما هو أكبر من ذلك من خلال التنافس أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نمشي على جمهورنا اللي تابعنا، ونمشي على اليوم الضيف الجديد الكابتن فوزي بشير
النجم اللامع اللي يعني خلاص هو عضو خلاص يعتبر. لكن شو سر اللقاء الحار بينكم قبل البرنامج يعني ما شاء الله؟ وكان دردشه بيني وبينه تصوير هو يقول لي انت نزلت لي تصريح وزيدت حطيت له بهارات وفلفل وصار سبايسي، وانا قلت له فوزي انت يعني تصريح سابق. ايضا الكابتن رشيد جابر اللي قاد منتخب الشباب في بطوله اسيا يعني نرحب به من جديد، هو زميلنا في البرنامج ونستفاد حقيقة الشيء الكثير من خبرته بتواجده معنا. طبعا أيضا أحب أمسي على زملائي أبو مالك سعيد المالكي وأيضا الأخ صالح البارحي ومثير للجدل طلال العامري، اللي ثلاثتهم حقيقة أعتقد يتواجدون يعني في الرياض. عموما مثل ما ذكرت خالد انت انه فعلا يعني بطولة الخليج هي اولا ملتقى للاشقاء، الجميع يتواصل في هذه البطولة. يعني شخصيا انا كنت اتمنى اكون متواجد لكن للاسف ظروف العمل هي اللي لكن كبطولة واهمية، لانه يعني انا اقول لك هي مهمة للاعلاميين، مهمة للاعبين، مهمة للمدربين، مهمة للجمهور. يعني الجمهور يتواجد تشوف المدرجات بألوان أعلام المنتخبات، المدرج الأحمر الأخضر الأبيض، التنافس الكبير حقيقة بين الصحف. هناك جوائز دائما يعني قناة الدوري الكاس تطلع جائزة إعلامية دائما بينكم بعد بين الصحف. نعم أيضا الإعلاميين ملتقى الجميع حقيقة. ايضا نشوف هناك الشخصيات او الرموز الرياضيه الخليجيه. يعني رائع عندما تشاهد الشيخ عيسى بن راشد الله يطول بعمره، وايضا الشيخ يعني احمد الفهد ابن الراحل فهد الاحمد حقيقه، وايضا تشاهد الشخصيات والرموز بالاضافه الى اللاعبين اللي انت دائما يعني كجمهور تشوفهم بأرضية الملعب، تشوفهم أمامك في اللوبي، في لوبي الفندق مقر الإقامة الإعلاميين. شاهد أيضا رموز التشجيع موجودين فيها ويضيفون حلاوة حقيقة. أكيد ملتقى يعني طبعا هذه البطولة هي مثل ما يعرف الجميع هي بمثابة كأس عالم مونديال مصغر بالنسبة لدول المنطقة. نعم نجوم كبار أفرزتهم هذه البطولة، نتغنى بهم. يعني ما زلت أتذكر حقيقة أنا شخصيا يعني البطولة الخامسة كنت صغير 79 البطولة اللي جرت في دولة الإمارات السادسة، البطولة السابعة في مسقط. أتذكر تفاصيل هذه المباريات اللي جرت. بعض البطولات طبعا المتقدمة احنا تواجدنا بها لله الحمد. هذه بكل تأكيد يعني تعطيك حلاوة عندما تلتقي مثلا، يعني كنت أنا حقيقة تشرفت بلقاء العديد من النجوم، يمكن كان أيضا من ضمنهم الراحل رحمة الله عليه غلام خميس النجم الخلوق، اللي أذكر أنه يعني التقيت به وتحدثت معه وكان عنده يعني شجن كبير حقيقة قبل أن توافي المنية. أيضا الراحل الكبير الشيخ عمو بابا شيخ المدربين، وهو يعني ما زال لم يكسر رقمه، أحرز لقب البطولة 3 مرات، وأسماء كثيرة يعني ماجد عبد الله، حسين سعيد، منصور مفتاح، مبارك عنبر، يعني أسماء أكيد هي أسماء يعني حتى عندما كنا طلاب حقيقة خالد يعني أترك المدرسة والدراسة وأجي أحرص على أن أكون متسمر خلف الشاشة الصغيرة. ما كان أيام زمان مثل اليوم ساتلايت يعني كنا حتى نشاهد مباراة البطولة، وعندما مثلا يشارك منتخب كبير بالصف الثاني كنا نحزن كثيرا. صحيح. هذا ما رافق منتخبي الكويت والعراق في معظم البطولات السابقة عندما كانا يعني النجمين المفضلين في البطولة قبل أن تأتي السعودية. مثل ما ذكرنا كلاسيكو الخليج دائما يكون بينهم. طبعا كابتن رشيد نرحب فيك مرة أخرى، وقبل أن ندخل في بالنسبة للحديث عن منتخبنا وأزمة النقل التلفزيوني وغيره واللجنة التنظيمية وبعض الأمور اللي خاصة بالبطولة كأس الخليج، ومثل ما ذكر هيثم يعني أسماء مدربين وأشياء كثيرة ارتبطت بهذا الحدث اللي بالنسبة لك أبناء الخليج يعني يحمل أهمية وأهمية كبيرة جدا. هو مهم جدا، بس أصبحت البطولة هذا إعلاميا أكثر يعني صار الاهتمام الإعلامي بها أكثر، التنافس أصبح أكثر. ملتقى صحيح ملتقى
بتهم الكل، بتهم كمهمة هي، بل هي هل هي بس في الأخير لازم نسأل أنفسنا في الأخير، صحيح أنها بتهم الجمهور، بتهم الإعلام، كل دولة تريد أن تكون بطلة للبطولة هذه، لكن في الأخير هل هي أولوية؟ المفروض نحس السؤال هذا. أنا دائما أقول أنا أعتقد كأس الخليج مش أولوية، هذه الجملة قلتها يعني ما مفروض أن تكون أولوية، ولكن هي عملت نجوم في السابق، كانت البطولة الوحيدة اللي يخلق من خلالها المدرب، يخلق من خلالها اللاعب، يخلق من خلالها تكوين منتخبات للمسابقات. أنا أعتقد الآن أصبحت مثيرة أكثر إعلاميا، القنوات زي ما شايف أنت، البرامج، القنوات، نوع التنافس أصبح إعلاميا أكثر، التنافس أصبح داخل قاعات الفنادق أكثر، لكن هي تبقى بالنسبة لنا كخليجيين مهمة، مهمة، لكن ما أعتقد أنها أصبحت أولوية بالنسبة لنا فيما يخص كرة القدم. طبعا والطموح لازم يكون أكبر، لازم يكون أكبر. يعني كابتن رشيد دربت المنتخب في أكثر من بطولة، هل لا تزال البطولة حتى الآن نفسية ومعنوية أكثر من ما هي فنية؟ طبعا انت يعني دائما كل البطولات انت تروح تتوقع منتخبات معينه تاخذ البطوله هذه، تتفاجأ بمنتخب اخر. يعني انا خليني اعطيك مثال، قطر ما كانت مرشحه في خليجي 15، كان الفريق فصار هو الفريق الاكثر قربا من البطوله، لعب الاخر مباراه مع المنتخب السعودي وخسر، لكن ما كان مرشح، فريق كان جاي للبطوله ما كان من المنتخبات. حتى في خليجي 13 هنا المنتخب الكويتي ما كان مرشح للبطوله، اخذ البطوله. خليجي 21 منتخب الكويت ما كان مرشح، فبالتالي ان انت نحن ما يعني نحن في خليجي 18 21 كنا الامارات قصدك، الامارات ايضا 21 ما كان، كان فريق شاب نوع من صحيح. بناء منتخب اخذ البطوله. فدائما لانه الاشكاليه في بطوله الخليجي انه كل منتخب رايح مطالب انه يحقق البطوله، الفريق الجاهز او المنتخب الجاهز والمنتخب الغير جاهز، المنتخب باستثناء منتخب اليمن يعني. لا خلينا احنا لما نجي المنتخب اليمن دائما منتخب اليمن يمكن الان في مرحله تعلم، يتعلم من البطوله هذه، لكن في يوم من الايام يكون مطالب بالبطوله هذه. كيف يتعلم كابتن؟ يعني دائما احنا نعرف الفئات العمريه، احنا كم سنه اخذنا لين تعلمنا بطوله كاس الخليج؟ تعلمنا 30 سنه منتخبنا ومنتخب الامارات 30 سنه اخذنا 15 بطوله، 30 سنه اعطيني مجال كابتن. يتعلم الفئات العمرية، المنتخبات الفئات العمرية في اليمن دائما كانت تنافس من سنوات طويلة، ما تعلموا يعني سنوات طويلة وصعدوا كأس العالم الناشئين. ما انت الجيل كيف يجي؟ جي هذا فوزي بشير امامنا كيف يجي؟ يجي من الناشئين للشباب، ترحل صار بالاولمبي بعدين بالمنتخب الاول وابدع. يعني اجى ما اجى من فراغ، يعني اجى بمراحل. تفضل. بخصوص السؤال اللي في كره الخليج، اكيد الشعارات اللي قالوها هلال وان هي بطوله ان ملتقى محبه وملتقى نعم، لكن انا شفت من بطوله من وصلنا الى بطوله 17 في قطر ومنتخب القطري طلع من المجموعه وراح سكن في فندق غير، اعتبرت البطوله ما بطوله حبيه. أنا شفت في وجهة نظري إن خلاص يعني البطولة صارت نفسية أكثر ما هي حبية. حبية. رحنا عمان، عمان سكنت بروحها، رحنا الإمارات، الإمارات سكنت بروحها. بالفعل. البطولة في السابق كان كل الفرق مع بعض. مع بعض. على فكرة حتى خليجي 15 كابتن رشيد أكيد أنت تذكر أكثر مني، منتخب قطر والسعودي كانوا بنفس، ما كانوا مع بقية المنتخب القطري كان معنا. منتخب السعودي. السعودي كان. منتخب السعودي خلاص صارت بطولة تنافسية أكثر ما هي بطولة حبية. نعم. طيب فوزي، وأنت كلاعب وخضت أكثر أكيد عدة دورات لبطولة كأس الخليج، هل فعلا هي نفسية ومعنوية أكثر من ما هي فنية مثل ما ذكر كابتن رشيد قبل؟ شيء طبيعي أكيد هي نفسية. يمكن اليوم كنت مع حديث مع إعلامي قطري يقول قناة الكأس بروحها 700 إعلامي. حضروا في الرياض حاليا لتغطيه البطوله ككل، لتغطيه البطوله. هذا شوف قناه الكاس بروحها كيف القنوات الثانيه. نعم اكيد اللاعب يحتاج له خبره، يحتاج له ممكن من محمد العلوي يكلمهم بخصوص النفسيه. كل اللاعبين صغار الحين صار في السن ما اخذوا تجارب كبيره في هذه البطوله. اتمنى ان في ضغوطات جدا على اللاعب، اكيد اتمنى على المسؤولين في الاتحاد ان يراعون هذه النقطه هذه اساسيه في كاس الخليج. نعم عاده هذه 48 ساعه 72 ساعه ايش المطلوب فوزي بالنسبه لي معسكر المنتخب بالتحديد؟ انت كلاعب شو تحتاج؟ عندك شيئين، يا انك انت تتوجههم للاعلام انه ياخذوا على الاعلام، يا انك انت تبعدهم ويكون حذر يعني في التعامل. يكون حذر في التعامل. اكيد الكابتن هاني الضابط الحالي موجود معهم، ممكن هو يتوجه لهذا الزاويه يعني يكون. نعم. هو
منظور المنتخب العماني. نعم فوزي حسب اللي وصلنا أن أيضا المنتخب أو الاتحاد منع اللاعبين من التصريحات وأبعدهم نهائيا من الإعلامات. تتوقع أن هذا الشيء راح يكون أفضل بالنسبة. أنا أشوف أنه صعب في كأس الخليج أنك أنت تبعد اللاعبين عن الإعلام. الإعلاميين كل متواجدين في كل مكان في الفندق في التدريب في المرات. نعم. يعني صعبك يعني بيحصلوا صعبة في النقطة. طيب احنا قبل ان ناخذ جدول المباريات وغيره يعني بالنسبه للمنتخب فقط يعني كاخبار طبعا المنتخب بطائره خاصه غادر الى الرياض اصابه عماد الحوسني وبعد ذلك اتت بالامس اصابه محمد الغساني والمدرب استدعى سعيد الرزيقي او المعروف بالشلهوب مهاجم نادي النهضه والمهاجم السابق في العروبه وفي نادي صور وفي نادي مسقط ايضا في فتره من الفترات هلال اصابه عماد واصابه الغساني وبعد ذلك ضم الشلهوب كآخر الأخبار فقط كتعليق على أساس أنه أيضا بكرة راح نتحدث أكثر عن منتخبنا. نعم يعني شوف إذا تكلمنا عن الإصابات هي الإصابة يعني واردة بالنسبة. نعم. للاعب ولكن يفرق من إصابة إلى إصابة. الإشكالية أنه يعني مع المنتخب حصلت 3 إصابات بنفس المكان اللي هو سامي الحسني ومحمد الغساني وعماد الحوسني وكلهم في نفس العضلة تقدر. نعم. تقول العضلة. فهذا يعني في وجهة نظري أنه لها جانبين. يا جانب أنه اللاعب مسؤول عن هذا الجانب بحكم أنه ما يتبع التعليمات في تهيئة نفسه للتمارين أو ما يريح نفسه بمعنى أصح يعني البرنامج المعد أو أنه هناك في حمل زايد ولكن هذا نقدر نقول سابق لأوانه يعني عن هذه الحالتين ما أعتقد أنها على حسب ما أعرف يعني عن هذه الحالتين يا سببها اللاعب يا سببها نوعية التدريب اللي يخوضه اللاعب. إنما لو كان هناك في التواء مثلا في الكاحل لا قدر الله رباط أو شيء من هذه الإصابات هذه تقدر تقول يعني غدر اللاعب أو احتكاك أو احتكاك ولكن. نعم. لما تكون في العضل يعني دائما تمزق في العضل الخلفية اللاعبين 3 كلهم نفس الشيء فهني لازم يكون خيارين يا حمل تدريبي زايد أو ما شابه أو إنه في مجهود وحمل عالي على اللاعب أو إنه اللاعب ما مريح نفسه على حسب. نعم. البرنامج إلا هذا. هي إصابات أكيد مؤثرة على الفريق خاصة عماد اللي كنت أتمنى أن يكون متواجد. نعم يعني ويكون متواجد يعني عماد سواء لعب كأساسي أو غير أو حتى في الاحتياط. نعم. هذه خيارات مدربة بالنسبة من اللي يبدأ المباراة ولكن. نعم. نتعرف الخبرة اللي يتمتع بها عماد يعني بتساعد اللاعبين مثل ما هي خبرة هاني الآن أكيد بتساعد اللاعبين في جوانب كثيرة. نعم. ولكن لما يكون عندك أكثر من عنصر هذه بتساعدك. نفس الشيء يعني إصابة 3 مهاجمين هذه خسارة كبيرة كلهم في نفس المركز. صحيح. الآن أنت عليك أدوار يجب أنها تكون هناك في تكملة لأن اليوم العذر ممنوع وأنت تعرف يعني مثل ما ذكروا الأخوان كأس الخليج هي اللي تقدر تقول إن صح التعبير المذبح صراحة يعني. المقصلة. نعم يعني هي بطولة يا ترفع اسم. صحيح. المدربين أو إنه تنزلهم الأرض مهما كانت إمكانية المدربين ولكن نحن ننتقد الآن الدور يجب أن يكون هناك في تحفيز يجب أن هناك يكون في الجانب المعنوي مثل ما ذكر فوزي هو المفروض أن إدارة المنتخب هي اللي تشتغل على هذه الجوانب أي نقص سواء فني سواء نقص في جوانب ثانية يجب أن هناك أنت تشتغل على الجانب المعنوي لأن مثل ما ذكر. نعم. رشيد الدور الإعلامي يجب أنك أنت كيف تتصدى له النفسية هي السائدة في هذه البطولة فأتمنى أن هذه الجوانب هي اللي يشتغلوا عليها المنتخب. نعم. هيثم بالنسبة يعني الأزمة اللي بدأت تظهر يعني وتأثر كثير على مسألة نقل المباريات أزمة حقوق النقل التلفزيوني شو تعليق على اللي حصل والمبالغ الكبيرة أيضا حتى لدرجة أن أكثر من قناة طبعا ما اشترت حقوق البطولة بالتالي ما راح تنقل المباريات. يعني خالد مثل ما تفضلت الآن هناك مثل ما عرفنا قناة أبوظبي قناة دبي الشارقة القناة العراقية الرياضية قناة اليمن يعني هناك قنوات شافت هناك مبالغة بالأرقام بالنسبة للشركة الراعية الشركة الإيطالية بس الشارقة اشترت الشارقة أنا لا اللي أعرفه ما أعرف يجوز اشترت بالنسبة لأبوظبي دبي يعني هذا اللي نعرفه بالضبط أبوظبي ودبي ما اشترت عموما العراقية الرياضية طبعا أيضا حتى تفاوت بالنسبة للأسعار يعني. نعم. قناة الكويت الرياضية اشترت حقوق النقل حسب ما ما في يعني سعر ثابت. نعم لا حسب ما وصلني من زميلي جابر نصار اللي هو رئيس البعثة الإعلامية في الكويت وكاتب المقال عندنا في صحيفة الشبيبة ذكر قال ب 4.5 مليون دولار اشتروا الحقوق
في حين انه يعني بقناه عمان الرياضيه اعتقد 3 مليون دولار او يعني ما عندنا فكر بالضبط عن نعم المبلغ، لكن ربما يعني ليش المبالغه برايك في المبالغ تفوتت يعني الشراء بالنسبه للمباريات؟ طبعا هذا يعتمد ايضا من خلال الضغط، يعني الشركه الراعيه بالبدايه بالغت يعني وبدت تقلل بمبلغ المبلغ المخصص لبيع هذه المباريات، يعني بدت كان قبل بخمسة مليون دولار ونزلت وقبل ثمانية طبعا ثمانية بالبداية إلى أن وصلت إلى 3 مليون، فأكيد كان هناك ضغوطات. ليش المبالغة هيتم في الأسعار؟ المبالغة لأنه بكل تأكيد الشركة تريد تربح، يعني تريد أكيد عندما تبالغ بالسعر وبهذا الرقم طبعا مقارنة بالبطولات الماضية السابقة يعني وآخر بطولة كانت في البحرين هناك يعني فارق كبير بالنسبة للمبلغ، فبالتالي هي حبت انه يعني تستفاد من نقل هذه المباريات، يعني ومن ثم عكس ما قال هلال ملتقى شقه صار تنافس ومكسب وخساره. ومو بس هذا طبعا يعني حتى على موضوع مثل الان ما قال فوزي بالبدايه بالفعل تراشق، يعني احنا شاهدنا البطوله كيف صار تراشق بين الامارات المدرب مهدي علي مدرب منتخب الامارات اذا تذكر في البطوله الاخيره كانت في نعم في البحرين كان هناك واعتذارات وفيما بعد الجانب الاخر ياتي نعم تصريحات مؤثره جدا، اذا يطلع تصريح بالجريده يكون له تاثير قوي على الجانب الاخر نعم الاستفزاز ايضا خصوصا الدربيات يعني مباريات في الملعب وخارج يعني الملعب والقنوات كلها منافسه صارت نعم نعم طبعا الحمد لله فوزي موجود، لو فوزي موجود هناك كان صرح تصريحات خطيره يجوز بالبطوله يعني حتى في افتتاح خليجي 18 وفوزي سجل يومها في تلك المباراه هدف لا يزال اكيد في الذاكره طبعًا. كان في تصريح بعد المباراه وهجوم على خليل جلال الحكم السعودي، وانا انا طبعًا. انا شخصيا في بطوله الخليج في ابو ظبي كان هناك تصريح وانا تصديت له في 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 البطوله عندما كان هناك مانشيت يعني الاتهام بالسحر وهذه الامور يعني وانا تصديت لاحد الصحفيين معينين من المنتخب العراقي في حين نعم وصار العراقي للمنتخب العماني نعم وصار موضوع في حين وفي جريده معينه لا مو المنتخب العماني لا وصحفي كان انا تصديت اللاعب اللي صرح هذا التصريح لاعب بالفعل عراقي. بالفعل بس هو طلع مو هو، انا رحت على اللاعب قلت له انت صرحت هذا التصريح ضد المنتخب كذا، قال لا انا ما صرحته، هذا الصحفي اللي في جريدة إماراتية هو اللي غير التصريح وفبركة يعني. وبالتالي تم استضافتنا أنا والصحفي المعين في أبو ظبي وصارت مشكلة بيني وبينه وأنا تركت البرنامج وطلعت فوز انت وكان من ضمن الضيوف يعني كنت معايش هذا الوضع والخبر نعم اللي وكان من ضمن الضيوف إيش كانت القصة فوزي؟ حتى كان اللاعب اللي هو اللاعب اللي كان رزاق فرحان رزاق فرحان زين وكان من ضمن الضيوف الزميل الان يعني ما شاء الله عليه يعني صار نجم في الفضائيات محمد سعدون الكواري كان ضيف معي في البرنامج وبالتالي صارت هذه الاشكاليه مع الصحفي المعين فقلت له انت ليش كتبت هذا الخبر؟ وهو اصلا اللاعب المعني انكر هذا الشيء قال انا ما تحدثت بهذا الموضوع ليش غيرت الموضوع؟ فهذه الامور تصير يعني في كل المنتخبات هذه التصريحات ما موجوده اخي يعني في البطولات الاخيره هذا موجود من اول نعم من اول هل فعلا تصريحات الامراء تصريحات الشيوخ تصريحات رشيد هل فعلا هذه تعطي يعني طعم كذا للبطوله؟ هي ما تعطي هي 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 هي, هي انعملت عشان الاثاره، يعني واحد بيصرح بتصريح معين لاثاره لغرض معين لاثاره معين لنوع من يعطي البطوله نوع من الزخم المتابعه اكثر وبالتالي هي بتاخذ طابع بعدين اخر طابع نوع من الحساسيه اكثر من انها اثاره وهذا انا شايفه يعني من خلال بطولات كاس الخليج كلها كامله يعني كانت يعني تصريح امير تصريح شيخ تصريح مدرب تصريح اداري تصريح اعلامي في الاعلام ولو تلاحظ يعني خلال البطولات كامله هذه الامور موجوده فيها فهذا الجانب موجود ولذلك نحن قلنا هي بطوله اعلاميه اكثر صحيح شايف القنوات اللي موجوده حتى الاثاره بين الاعلاميين يعني في هناك قنوات حتى يعني تستضيف الاعلاميين حتى تكون هناك بيناتهم حتى القنوات نفسها نعم لكن ما هو مردودها على البطوله؟ ما هو مردودها على اللاعب؟ في الاخير انت محتاج منتخب، محتاج تبني منتخب، محتاج تبني لاعب، هل هذا بيعطي مردود ايجابي للاعب؟ لا، انا اشوفه ما بيعطي مردود ايجابي للاعب، بيحط اللاعب تحت ضغط وبالتالي انت تجد لاعبك اذا هو لاعب ما عنده القدره على التعامل مع هذه التصريحات وهذه الضغوطات فريق ممكن يكون عنده امكانيات وجاهز للبطوله بينهار، ينهار في مباراه، ينهار في صحيح في بطوله كامله، وشفنا هذا مره يعني انا اذكر مباراتنا بعد مباراه الكويت
لما كسبنا الكويت 3-1 يعني الهالة الإعلامية اللي اجت على لاعبينا بصورة غريبة يعني بحيث أن أنت هل اللاعب قادر يتحمل هذا وما قادر يتحمل صحيح. كانت صعوبة جدا يعني نعم هذا كلام ذكر فوزي بشير في بداية حديثة خالد في ناخذ أيضا مجموعات في جزئية بسيطة مجموعتين شوف شيء بديهي أنه أي منتخب يحس يقدر يسيطر على على على, على منتخب او كاداره لا صحيح. كاداره منتخب انه انا اسكن في منعزل كرد على نفس تكمل اللي ذكرها الكابتن فوزي نعم. انه انا منتخبي على اساس يسيطر عليه ويسكن برا على المجموعه في فندق هذا ما يمنع على اساس انه المنتخب او حتى تبعد عن ولكن يعني. ولكن من ناحيه المنتخب لا ما قطعك ما هي بطوله خلقت ليش هي تشوف انا ملتقى ملتقى الشقاء لا لا تشوف هو الشقاء وين يجي ملتقى الشقاء يعني ما بشرط في اللاعبين انت ملتقى الشقاء ولكن طولك انتهى لا 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 شعارات اللي لا 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 لا, لا هي مش عمليه شعارات معذر ابو فيصل شوف انا يمكن الجزئيه اللي بغيت اقصدها اليوم انت لما يكون المركز الاعلامي عندك المركز الاعلامي للبطوله ومعروف اي بطوله فيها مركز اعلامي نعم. طبعا هناك في الاخبار المتداوله وانت الخبر يكون تحت سيطرتك نعم. وعن اي منتخب صحيح. كان ولكن انت كاداره منتخب كمدرب انت لك الخيار انك تبعد منتخبك عن المجموعه كلها نعم. انت ما بشرط انه كل الفندق يعد بالفوضى ويعد بعدم السيطره من الانضباط نعم. وما شابه على اساس يكون ملتقى لا انا في نفس الوقت اعرف ان في بطوله وممكن تكسر لي ظهري انا كمدرب او كرئيس اتحاد صحيح فيجب اني اشتغل على هذا الجانب ما في اشكاليه ولكن كملتقى افتكر الكل غريب من بعض التصريحات من السبعينات يمكن هذه التصريحات رشيد وانت معاصر هذا الشيء كلاعب وكمدرب فوزي نفس الشيء بالنسبه اذا جينا للتصريحات التصريحات الرنانه والناريه الان غلت ايوه لكن هي بحكم ان الاولين لكن في الاخير انت رايح انك تاخذ بطوله ونحن تكلمنا طبعا البطوله هذه كل الفرق رايحه عشان يا بترفعك يا هذا هو يعني اذا يبقى تعاملك انت مع الاعلام كيفيه تعاملك انت مع الاعلام اللي هو الحدث الطاغي في البطوله نعم. او تقدر تقول يعني السهم الاكبر السهم الاغلى اذا يعني هلال مثل ما قال كابتن رشيد الان البطوله مع تطور اجهزه الاعلام اليوم عندنا الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي تويتر هذه بالتليفون ما يحتاج جريده اصبحت الان بطوله اعلاميه بها اكثر من التنافس على ارضيه الملعب والدليل لانه البدايات كانت انه والدليل اليوم ايش تفسر ايش تفسر في السؤال اللي ذكرته المغالاه لبعض القنوات الفضائيه بس طبيعيه هذه طبيعية. هو سوق مفتوح بزنس. وسيجارة ربح وخسارة بزنس. ولكن نفس الشيء أنا هناك يعني في توجه لي إذا كان أنا حصل منافسة من قناة ثانية على أساس إنه أنا أنفرد بالخبر وأنفرد بالمساحة هذه ممكن من ضمن العملية يعني تكون فهذا ولكن طيب. نتمنى إن شاء الله إن الوام طيب خلونا عموما نتعرف ونشاهد جدول مباريات البطولة والمجموعة أيضا المجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية اللي أكيد يتواجد فيها منتخبنا الوطني هنا المجموعة الأولى اللي تضم طبعا اللي تضم خلينا نقول 7 بطولات على اعتبار تواجد المنتخب السعودي والمنتخب القطري والمنتخب اليمني والمنتخب البحريني 3 بطولات للمنتخب السعودي وبطولتين طبعا وبطولتين للمنتخب القطري اللي أكيد يتواجد من خلال هذا المجموعة فيما حتى الآن منتخب البحرين ومنتخب اليمن يبحث عن بطولته الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية طبعا تضم منتخبات الإمارات حامل اللقب ومنتخبنا الوطني والمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي بطولتين للمنتخب الإمارات وبطولة لمنتخبنا 10 بطولات أكيد للمنتخب الكويتي و3 بطولات بالنسبة للمنتخب العراقي وبالتالي 16 طبعا بطولة كتصحيح فقط للمعلومة في هذه المجموعة افتتاح البطولة طبعا راح يكون ان شاء الله يوم الخميس بإقامة مباراتين المنتخب السعودي المستضيف يلاقى المنتخب القطري تمام 8:00 بتوقيت السلطنة وبعد ذلك 10:30 اللقاء الثاني اللي راح يجمع المنتخب اليمني مع المنتخب البحريني يوم الخميس
يوم الجمعة أكيد مباراتين، منتخبنا يبدأ مشواره بملاقاة منتخب الإمارات الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت السلطنة، واللقاء الثاني مثل ما ذكرنا كلاسيكو الكرة الخليجية العراق مع الكويت الساعة 9:15. مباريات الأحد طبعا استكمال للجدول، اليمن راح يواجه منتخب قطر، والمنتخب السعودي يواجه منتخب البحرين. منتخبنا طبعا في مباراة الثانية راح يواجه منتخب العراق يوم الاثنين الساعة 9:15، وقبل ذلك الإمارات مع الكويت. بالنسبة ليوم الأربعاء ختام طبعا مباريات المجموعة الأولى، البحرين مع قطر والسعودية مع اليمن، والمباراتين كما جرت العادة راح يكونوا في نفس التوقيت الساعة 8:45 دقيقة. وكذلك في اليوم الثاني الخميس بتاريخ 20 نوفمبر، منتخبنا يواجه منتخب الكويت والإمارات مع العراق، ونتمنى من خلال هذا اليوم أن تتضح الصورة بتأهل منتخبنا إن شاء الله من هذه المجموعة. هذا كان جدول مباريات البطولة، مباريات طبعا المجموعات، بعد ذلك تستكمل المباريات بتاريخ 23 من شهر نوفمبر في نصف النهائي، والنهائي اللي راح يكون يوم الأربعاء تاريخ 26. نتمنى دعواتكم جميعا إن شاء الله أن يكون الأحمر حاضر في النهائي الكبير والمنتظر. مثل ما تحدثت في البداية، اليوم حديثنا راح يكون عن المجموعة الأولى، وبكرة عن المجموعة الثانية، وحديثنا بكرة راح يكون أكثر أكيد عن منتخبنا الوطني. نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن المجموعة الأولى في خليجي 22. كثيرة هي الأسباب التي تعطي المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج 22 صفة التعقيد والغموض. فرغم وجود المنتخب اليمني الذي يعتبره النقاد الحلقة الأضعف في البطولة ضمن فرق المجموعة، إلا أن التنافس بين الثلاثي البحريني والقطري والمستضيف السعودي سيصنع لمباريات هذه المجموعة إثارة خاصة وسيناريوهات مترقبة. فمستضيف البطولة المنتخب السعودي يأمل بتحقيق اللقب الرابع له والثاني في أرضه بعد خليج 15. الأخضر الذي يبدو أكثر تركيزاً على بطولة كأس أمم آسيا القادمة في أستراليا لن يفرط في اللقب، خصوصاً والبطولة تقام بين جماهيره التي ستقف خلفه دعماً لعناصر المنتخب الشابة التي تمتلك المهارة والتميز ويعيبها الأداء الجماعي للمجموعة. واستعاد الأخضر جيداً للبطولة من خلال برنامج طويل المدى قسم على 3 مراحل، خاض خلاله عدد من المباريات القوية أبرزها أمام أستراليا في لندن، قبل أن يلعب واحدة من أجمل مبارياته أمام منتخب الأوروغواي باستاد الجوهرة المشعة بجدة، وانتهت بالتعادل بهدف لهدف. ويحاول الأخضر الجديد ضرب أكثر من عصفور بحجر كأس الخليج، الأول الفوز بكأس الدورة وزيادة رصيده من ألقابها، والثاني اعتبارها محطة عملية وقوية للإعداد لكأس أمم آسيا والتي ستنطلق بعدها مباشرة في أستراليا، وثالثا منح اللاعبين الشباب جرعة كبيرة من الثقة بالنفس قبل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظرهم. في الجانب القطري ستكون البطولة بمثابة التحدي الأول للعنابي بشكله الجديد وقيادته الفنية الجديدة المتمثلة في الجزائري جمال بالماضي الذي تولى المسؤولية قبل أشهر قليلة. المنتخب القطري يدخل المنافسات بطموحات مختلفة وكبيرة لا ترضى عن اللقب بديلا، خاصة أن لقب الكأس الخليجية طال انتظاره في الشارع الكروي القطري، وامتدت مدة الانتظار 10 سنوات كاملة من آخر بطولة فاز بها العنابي في عام 2004 والتي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة. ويبدو أن المنتخب القطري أصبح أكثر قوة عن ذي قبل، وهو ما اتضح من خلال المباريات الودية الأخيرة التي خاضها الفريق وفوزه على منتخبات كبيرة مثل أوزبكستان وأستراليا التي لم يفوز عليها العنابي في كل المباريات التي جمعتهما من قبل. ولا تبدو البحرين قريبة بأي شكل من المستوى الذي وضعها على مشارف التأهل لكأس العالم مرتين متتاليتين خلال العقد الماضي رغم تعيين مدرب مخضرم مؤخرا وهو العراقي عدنان حمد، إلا أن التأهل للدور قبل النهائي قد يكون هو الهدف الواقعي لها في كأس الخليج لكرة القدم في الرياض. وأعطى استبعاد فوز عايش علامات على العهد الجديد للبحرين في ظل الاعتماد على وجوه جديدة بجانب المخضرمين الباقين في التشكيلة، ومنهم القائد محمد حسين مدافع نادي النصر السعودي والحارس سيد محمد جعفر ولاعب الوسط حسين بابا. وسيتجه منتخب البحرين إلى الرياض وهو يفتقر لهداف يمكن الاعتماد عليه بعد أن انكشفت عيوبه الهجومية في لقاءاته الودية الأخيرة، فحتى أمام منافسين أقل شأنا مثل اليمن وماليزيا في تصفيات كأس الآسيا لم يستطع البحرين الفوز عليهما بفارق أكثر من هدفين. ويتحلى المسؤولون في مملكة البحرين بالتفاؤل حيث أطلق الاتحاد البحريني لكرة القدم حملة رسمية لدعم المنتخب الوطني في كأس الخليج أطلق عليها نبيها بحرينية،
تستهدف في الأساس حث المشجعين على السفر وراء المنتخب للسعودية. وسيدخل المنتخب اليمن منافسات كأس الخليج لكرة القدم هذا الشهر في الرياض، وهو يريد تجنب الهزيمة في مباراتين على الأقل لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، مع استمرار البحث عن الانتصار الأول. فمنذ بداية مشاركاته في البطولة في عام 2003 لم يحقق منتخب اليمن أي فوز، وكانت أفضل نتائجه له التعادل بهدف لهدف في 3 مباريات، لكن لم يحدث من قبل أن تجنب الفريق الهزيمة مرتين في نفس الدورة. وفي ظل عدم تحقيق أي انتصار في 21 مباراة خلال 6 مشاركات بالبطولة، قد تقتصر طموحات الفريق على تجنب هزائم ثقيلة في المجموعة التي تضم 3 منتخبات تأهلت إلى كأس آسيا، بينما تذيل اليمن مجموعته في تصفية القارية دون أن يحصل على أي نقطة في 6 مباريات. وستكون أمام المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب مهمة أخرى، وهي إعادة الفريق إلى طريق التسجيل في كأس الخليج بعد الفشل في هز شباك المنافسين في آخر نسخة عقب الهزيمة 2-0 أمام الكويت والسعودية والعراق في خليج 21. وسيخوض منتخب اليمن البطولة بمنتخب جديد بنسبة 80% بهدف بناء منتخب قوي يملك كفاءة بدنية، وأن يكون ندا للمنافسين ولديه القدرة على تقديم بطولة قوية. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. مباشرة نتحدث عن المجموعة الأولى. هي رشيد الفوزي شوي صوتكم على الهواء اكيد. لا والله. نتحدث بداية عن المنتخب السعودي، المنتخب المستضيف واللي راح اكيد يخوض مبارياته في دورة الملاعب استاد الملك فهد بالرياض. المنتخب السعودي طبعا تصنيفه الدولي الحالي او خلينا نقول في اكتوبر الماضي 97 يقود المدرب الاسباني لوبيز كارو. والمنتخب السعودي حقق 3 بطولات من قبل تأخر المنتخب السعودي حتى يعني كأس الخليج 96 أو كأس الخليج البطولة رقم 12 اللي كانت بالتحديد في الإمارات ليحقق فؤاد أنور ورفاقه يومها البطولة بعد فوزهم طبعا على المنتخب الكويتي. ونذكر تمريرة خالد مسعد، تمريرة البينية الرائعة ولمسة كانت يومها من سامي الجابر، وهدف كان غالي للأخضر السعودي. وبطولة أخرى للمنتخب اللي كان 94 عموما مش 96 بعد ما عاد المنتخب من كأس العالم 96 المنتخب السعودي حقق كأس آسيا وفي الإمارات بالتحديد. نستعرض منتخبات المجموعة مثل ما ذكرت، نبدأ بالمنتخب السعودي. يعني رشيد، المنتخب السعودي مر بمرحلة انعدام وزن خلينا نقول في الفترة الماضية بعد جيل خالد مسعد وفؤاد أنور ورفاقهم، وحاليا المنتخب السعودي مطالب وضغوطات كبيرة للأخضر بأن يحقق البطولة. ما زالت حتى الآن في شك كبير جدا في شك المنتخب. نتائجه حتى لو نرجع لنتائج المباريات الودية يلعبها، خسر أول 4 مباريات، تعادل مع لبنان، خسر من جورجيا، خسر من أستراليا، خسر من بوليفيا أعتقد، وتعادل مع الأورجواي، خسر من مولدافيا 4-0. المباراة الجميلة كانت هي الأجمل من جورجيا 0-2، أعطت نوع من القناعة أن المنتخب جيد. مباراة مع منتخب أورجواي اللي هي تعادلوا فيها بس رجعوا بعدين تعادل مع لبنان 1-1. في شك حول المدرب قدراته، في شك أن التشكيلة ما ثابتة، أداء المنتخب غير ثابت، بس يبقى المنتخب السعودي بالعناصر اللي موجودة فيه وأيضا أنه مستضيف البطولة، الدعم الجماهيري طبعا هو الأقرب يعني فيما يخص أنه مستضيف البطولة، ولكن كمنتخب غير مقنع فيما يخص أداءه كبطل، عناصره كبطل. وبيلعب المباراة الأولى مع منتخب قطر اللي فيه نوع من الرضا، نوع من الاستقرار، وأيضا حتى فيما يخص الجانب الفني اللي هو المدرب قاعد يعمل شغل جيد معهم. تعين تقريبا في شهر 3 جمال بالماضي هو كان عامل مع الأخوية بطولتين، عمل مع الأولمبيا اللي هو الفريق الرديف بطولة غرب آسيا. بعدين بنتكلم كده عن قطر. فعنده مباراة في افتتاحية صعبة جدا مع منتخب أنا أشوف النوع فيه استقرار، لكن يبقى هو
من المنتخبات كونه بيلعب على ارضه انه يرشح انه ياخذ البطوله. لكن رشيد انت قلت يعني في شك بالنسبه للمنتخب السعودي، واحنا هذه نشاهد عموما لقطات، وكان ظاهر اسامه المولد قبل شوي اللاعب رقم 5 الموقوف حاليا بسبب انت قلت شكوك، يعني هل ممكن احنا نقيم يعني الوضع من خلال المباريات الوديه ونحكم على المنتخب السعودي؟ هو 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 المباريات الوديه بتعطيك مؤشر، لكن في بعض الاحيان هو يعتمد على المدرب ايش يحتاج من المباريات الوديه. نعم. ما بتعطيك علامة كاملة فيما يخص، لكن هي بتعطيك مؤشر. أداء الفريق بيكون الأهم، شكل الفريق في الملعب بيكون الأهم، فبالتالي هو في شك فيما يخص أداء الفريق، في شك فيما يخص عناصر الفريق، في شك فيما يخص أداء الفريق داخل الملعب، بالتالي هذا ينعكس على الإعلام، ينعكس على الجمهور، ينعكس حتى في بعض الأحيان على الجهاز الفني للمنتخب. هذا اللي صاير مع المنتخب. أنا قراءتي للمنتخب ومتابعتي للمنتخب فيما يخص هذا الجانب موجود الآن، يعني هو اليوم رايح للبطولة وداخل معسكر للبطولة هذا، لكن هذه الأمور كلها علامات الاستفهام موجودة حتى في الاختيارات. يعني في استبعاد عناصر من بطل الدوري اللي هو النصر، أسماء معينة، إبراهيم غالب بالتحديد. أيوة، في شك، في أيضا في عدم ثبات، يعني كان الحوارات دائما تقول الرجل ما هو ثابت على تشكيلة معينة صحيح للمنتخب. فهذه الأمور كلها طبعا في بعض الأحيان تأتي بالجانب السلبي. هي كأفراد لاعبين المنتخب السعودي كلهم جيدين، بس للحين كمجموعة للحين ما في انسجام، يعني في خلال المباريات اللي شفناها المنتخب السعودي بعده في الانسجام. هل تتفق مع رشيد أن حتى الآن يعني لا زال هناك شك في أن المنتخب السعودي قادر على أن يلعب أدوار البطولة؟ بالتأكيد هناك في شك داخل المنتخب السعودي، يعني بحكم اليوم ما نعرف مين بيلعب في البطولة، بيلعب هزازي ولا بيلعب مولد ولا بيلعب أو ناصر الشمراني. ناصر الشمراني الحين المدرب ما كون تأليفة اللي ممكن الجمهور يثق فيها. نعم. في حال شك للحين المنتخب السعودي، لكن يبقى المنتخب السعودي فرق من فرق المرشحة للبطولة. نعم، وتبقى كأس الخليج لها خصوصيات، هذا عموما اللقطات لأهداف المنتخب السعودي. ولا تنسى بيلعب على أرضه، يعني في الأخير بيلعب أمام جمهوره في أرضه، هذا عامل مساعد جدا يعني. ومنتخب أصلا منتخب السعودية عنده تاريخ بطولات، يعني هذا أيضا جانب ممكن يكون إيجابي للمجموعة اللي بتلعب. لكن احنا بنقيم كوضع فريق رايح البطولة هذه ما عنده الأفضلية من المنتخبات الأخرى أو المجموعة، يعني أنا بستثني اليمن. نعم. لكن بالنسبة للمنتخب البحريني، بالنسبة للمنتخب القطري، الحظوظ متساوية. ما يفرق بينهم، ما يفرق. ما أعتقد إلا عامل الأرض والجمهور وتاريخ بطولاته كمنتخب، كأس العالم، تاريخه في كأس الخليج، كأس آسيا، هذه الأمور كلها ممكن تعمل نوع للاعب، تعطي نوع للاعب نوع من الثقة. تعرف التاريخ مهم جدا. نعم. في تحقيق بطولة أو في أنك تتقدم، حتى لو عندك ظروف مثل هذه أو حتى شك مثل تجي في بطولة، هذه الأشياء تساعدك، عوامل جدا مساعدة جدا للاعب. نعم. وللجهاز الإداري والفني اللي مع اللاعب، طبعا هو اللاعب في الأخير هو الأساس يعني. طيب فوز تأثير الجمهور أيضا، يعني الجمهور السعودي متوقع أن يساند المنتخب وبقوة، وإن كانت حتى الآن شكوك بالنسبة لجمهور نادي النصر ومسألة طبعا التعصب الكروي هناك في المملكة. بكل شك، بلا شك، يعني الجمهور السعودي جمهور محب للكرة، الجمهور يعشق كرة القدم، الكل بيوقف مع المنتخب السعودي. لكن في حالة ممكن في المباراة الأولى ما حقق النتيجة الإيجابية للمنتخب السعودي، أكيد بيمر في حالة عدم استقرار في تشكيلة المدرب، ممكن نفس ما حصل في مع المدرب ريكارد في بطولة البحرين. ممكن المدرب ريكارد، الكل يعرف المدرب ريكارد مدرب عالمي، مدرب كبير، لكن ما حقق نتائج إيجابية. صحيح. الكل صار ضد المنتخب السعودي. يعني الإعلام السعودي يا أبيض يا أسود، يعني في حالة الفوز الكل يوقف مع المنتخب، في حالة الخسارة الكل يكون ضد المنتخب. نتمنى كل الاعلام في كل الدول، مو بس لا بالعكس، يعني اليوم المنتخب العماني اذا اخذ البطوله كل العالم، لا في 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 اعلام يكون عنده الوان، عنده الوان كثيره، في اعلام عنده الوان كثيره. يعني الاعلام الاماراتي اعلام دائما يوقف في جنب المنتخب الاماراتي في حاله الفوز، في حاله الخساره هو يدعم المنتخب الاماراتي، ممكن يكون موجه في بعض، موجه للمنتخب الاماراتي. لا خالفك انا، بس في الاعلام السعودي، الاعلام السعودي اعلام. اسمعني يا فوزي، ما يرحم، مباراه اوزباكستان الاخيره تجريبيه للامارات اللي خسرت بها خساره قاسيه. نعم. لاول مره يتم انتقاد مهدي علي، انتقاد لاذع كان من الاعلام الاماراتي، بس هذا خارج بعد ان تم مدحه على هذه منذ ان فاز ببطوله المنتخب الاماراتي. صار له اكثر من 9 مباريات ما حقق نتيجه، يعني ما فاز، خصوصا في مباراه اوزباكستان. خلينا قبل مباراة أوزبكستان ما حقق نتائج إيجابية، ما كان الموضوع خض هاك الهالة الإعلامية الكبيرة، يعني يعرفون عندهم استحقاق مهم اللي هو كأس الخليج وكأس آسيا،
إذا صار هذا المنتخب السعودي الكل بنشوف الإعلام السعودي للحين مش مقتنع في. طيب بما أنك تذكر الإعلام السعودي فوزي خلنا نتواصل مع الأستاذ إبراهيم الجابر الإعلامي والمعلق المعروف اللي أيضا راح يعلق على لقاء منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي في دربي خاص أكيد بين منتخبنا والمنتخب الجار. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء نور خالد وسعيد بتركي أنا أكون معكم الحقيقة. تسلم. وتحية لكل الزملاء لكل المشاهدين في السلطنة وفي الخليج العربي. وإحنا أسعد أكيد بالتواصل معك بعد فترة طويلة من آخر لقاء كان في صلالة بالتحديد في الملتقى الإعلامي الخليجي. أستاذ إبراهيم يعني قبل 48 ساعة تحدثنا عن آخر التحضيرات والتجهيزات للاستضافة بشكل عام مع وصول أيضا المنتخبات إلى المملكة العربية السعودية. اولا ابو تركي انا الحقيقه يعني سعيد ان اكون معكم واحنا اسعدك في هذه الدقائق السريعه ونتحدث عن دوره الخليج ذات النكهه والطعم الرائع والجميل التقاء ابناء وشباب الخليج على ارض العاصمه السعوديه الرياض. نعم. لا شك انه الان بدات ملامح الدوره تظهر من خلال الاعلام في الشوارع من خلال الاعلانات في الشوارع من خلال ايضا المقرات إقامة المنتخبات والإعلاميين والجماهير اللي وصلت الحقيقة لتساند وتؤازر منتخبات دولها. نعم. الرياض بلا شك هي يعني تسعد بلقاء الإخوة الأشقاء والأهم أن يعني قد تكون دورة بطعم آخر بطعم غير اليوم وعلى مدى عدة طبعا أسابيع هناك اهتمام شخصي لاستثمار هذا اللقاء الرياضي بأن يكون لقاء ثقافي أن يكون لقاء اجتماعي أن نجمع كل المناشط في هذه المناسبة اهتمام كبير من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز لأن تكون مناشط فنية وثقافية فرق الفنون الشعبية ستكون متواجدة وزارة الثقافة والإعلام وضعت المعارض الكتب معارض الفنون التشكيلية لدول مجلس التعاون وضعت كثير من النشاطات الحقيقة. الجانب الرياضي الآخر هو متابعة دقيقة وكبيرة من الجمهور السعودي للمنتخبات التي وصلت ومتابعة لكل وسائل الإعلام في انتظار بداية انطلاقة إن شاء الله هذه الدورة لنأمل أن تكون دورة النضج ودورة التقدم في الدورات السابقة التي ربما فقدت جزء من المستوى الفني. نعم. في كرة القدم. نعم. طيب أستاذ إبراهيم ما مدى رضا الوسط الرياضي الإعلامي بالتحديد عن الأخضر السعودي وعن الإسباني لوبيز كارو اللي حتى الآن ومن خلال متابعتنا لا يحظى ربما بثقة الجمهور السعودي بالتحديد وهو جمهور ذواق وجمهور أيضا متابع وعاشق يعني خلنا نقول بجنون لكرة القدم. نعم. إذا كنت تتحدث عن الإعلام وعن الجماهير فيجب أن نفصل بين الإعلام والجماهير. الإعلام كما ذكر الكثير من قادة الرياضيين وقادة الشباب والرياضة سواء كان المرحوم فيصل بن فهد أو الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل الذين ودعوا وكذلك يعني الرؤساء السابقين للاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك الأمير عبد الله بن سعد. الإعلام هو شريك في كل البطولات التي تحققت للمملكة العربية السعودية في كرة القدم. نعم. الإعلام السعودي لديه مساحة أكبر من حرية. لديه ناقد يعني ناقد يستطيع أن يقيم كل الأخطاء التي توجد في المنتخب السعودي. المنتخب السعودي لولا الإعلام لما وصل المنتخب السعودي لما وصل إليه من بطولات تأهل كأس العالم 4 مرات ثلاث مرات كأس آسيا و كأس الخليج أيضا 3 مرات لكن أنا أتحدث عن يعني شيء هام جدا وهو ما نتحدث عنه الآن. الإعلام يجب أن يكون صادق صريح واضح يجب أن يكون لديه مساحة كاملة من الحرية ليس في المملكة العربية السعودية فقط حتى في سلطنة عمان حتى في قطر في الكويت في الإمارات إذا ما استكان أو استهان أو جامل الإعلام هذه المنتخبات لن تتقدم لن تتطور.
نعم. طيب استاذ ابراهيم، بما انك فتحت ملف يعني مساله الاعلام، والصراحه هل يعني لا يزال الاعلام السعودي يعاني من مساله التعصب؟ كمثال يعني الاعلام الهلالي ما ممكن ينتقد ناصر الشمراني بل ينتقد محمد السهلاوي، والاعلام النصراوي العكس يهاجم هذا ويقلل من ذاك، هل هذا الشيء اثر ولا يزال ايضا موجود حتى مع كاس الخليج القادمه؟ لا 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 لا، انا يعني هذا الطرح او قد يكون في افق ضيق وقد يكون في مساحه ضيقه جدا. نحن لا نتحدث عن الاعلام السعودي بهذه الطريقه. نعم. هناك فئه محدده قد تكون موجوده في الوسط الاعلامي السعودي او غير السعودي. نعم. لكن مجمل القول او مجمل الاعلام السعودي هو مجمل هو يعني اعلام عاقل، اعلام نقد هادف بناء. نعم. الاعلام السعودي بالمناسبه ونحن نتحدث عن حتى بعض من ينتمون، مش من ينتمون، من يعشقون بعض الانديه. نعم. يقسون حتى على لاعبين في المنتخب. نعم. وهذا نتابع الان في الصحف السعوديه عندما يتحدثون عن نزول مستوى لاعب سواء كان هلالي، نصراوي، اهلاوي، اتحادي، هم لا يقف يعني في طريقهم المنتخب. هناك فئه قليله، انا لا اتحدث عن جميع الاعلام، لكن نعم. فئه قليله قد يعني يغلب اللون على او الفريق على يعني بعض لاعبي المنتخب. لكن صدقني ابو تركي الوضع، نعم، الاعلام السعودي اعلام قوي جدا، صحيح، نقده يؤثر على رئيس الاتحاد، على الجهاز الفني، على اللاعبين في اصلاح ما يمكن اصلاحه. نعم. لكن انا في تصوري وهذا راي شخصي وخلال خبرتي مع كثير من المدربين، انا لا اتحدث عن لوبيز كمدرب المنتخب السعودي، كل نعم. الجميع الان يتحدث عن ان يقف الجميع سواء الاعلام او الجماهير مع هذا المدرب ليحقق نتائج ايجابيه، لكن هذه النتائج ليست على حساب النقد الموضوعي الهادف البناء للاعلام السعودي او للرياضه السعوديه. نعم. لوبيز جاء لمنتخب مرصع بالنجوم، جاء لمواهب كبيره تقدم اجمل مستوياتها مع انديتها، جاء في 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 انجازات قد لا تتكرر لا مع لوبيز او غير لوبيز، لكن نامل ان تتكرر ان شاء الله في المستقبل القريب. المشكله انه الجميع ينظر على ان هذا المدرب يجب ان يصمت الجميع حتى ان تنتهي دوره الخليج ويحقق بطوله. لا يا اخي، احنا حتى بالنسبه لنا حتى لو حقق بطوله لابد ان يكون الناقد من اجل اصلاح الخلل. في بطوله الكويت تتذكرون يمكن هي الرابع عشر، كان هانجيم الهولندي قد حقق كاس الخليج، وحتى اخر لحظه وهو محقق كاس الخليج كان يتلقى النقد القوي جدا. نعم. فهذا هو الاعلام السعودي وهذه هي الرياضه السعوديه، يجب ان تكون متوازيه، شريك في الانجازات، يجب ان تكون واضحه وصريحه. طيب استاذ ابراهيم، نعم نعم استاذ ابراهيم، بالنسبه انا اتصور فضل. الان اتصور ليس اتهام للاعلام الخليجي، لكن لاحظ يا اخي عندما يسكت الاعلام او يجامل الاعلام او يكون الاعلام سواء الصحافه المقروءه او المرئيه او المسموعه تكون مع اتحاد كرة القدم وتمارس دور المشجع الولهان الذي لا ينتقد المنتخب، لا ينتقد الجهاز الفني، لا ينتقد اللاعبين، هنا تبدأ النتائج السيئة وتبدأ الكرة تتراجع في هذه الدول. نعم طبعا، أكيد من المهم يعني أستاذ إبراهيم الإعلام أنه يؤدي دوره. سؤالي لك بالنسبة للغيابات، يعني هل ستؤثر على الأخضر السعودي إصابة حسن معاذ، إيقاف أسامة المولد، والقرار الغريب بالنسبة لنا بعدم استدعاء إبراهيم غالب وبعض الأسماء الأخرى، هل ترى أن المنتخب راح ممكن يتأثر المنتخب السعودي بهذه الغيابات؟ والله يا اخي لوبيز انا لا اعلم ماذا يفعل لوبيز، هو له اسماء معينه وله نجوم معينين ولا اعتقد يعني عفوا استاذ ابراهيم، بس اسمح لي على كلمه لا ادري ماذا يفعل، يعني هل يعني نستخلص من كلامك عدم رضاك عن المدرب؟ والله بكل تاكيد يعني احنا بصراحه يعني المنتخب السعودي قاد الكثير من المدربين على المستوى العالمي وقاد الكثير من المدربين اللي حققوا انجازات. نعم. ولوبيز لن يكون يعني هو المدرب الاول والاخير او ظله المنتخب السعودي، لكن احنا الان في وقفه جميعا مع المنتخب السعودي بغض النظر عن المدرب. نعم. ابعاده لاسماء
إصراره على أسماء معينة. التكتيك اللي يمارسه لوبيز في تغييرات مباشرة لم يثبت على تشكيلة في المباريات التجريبية. نعم. أثارت الكثير من التساؤلات لدى الإعلاميين ولدى الجماهير الرياضية العاشقة لكرة القدم السعودية. نعم أكيد ممكن عندي سؤال. تفضل أستاذ إبراهيم معنا على الخط. تفضل لا هيثم مع مداخله. تفضل هيثم. السلام عليكم استاذ ابراهيم حييك. اهلا اهلا استاذ هيثم يا مرحبا. استاذ انا طبعا اكيد سعيد بالتعرف عليك، يمكن كان لقائنا مثل ما قال خالد في صلاله، ولكن عندي بعض نعم تفضل هيثم. عندي بعض الملاحظات. الايام الجميله وعمان الجميله والسلطنه الرائعه والجميله. تسلم وانت الاجمل. نامل ان نعود اليها ان شاء الله. ان شاء الله تعال. الله يخليك. لكن عندي بعض الملاحظات. حضرتك قلت انه انا ما حتحدث عن الجمهور الهلالي والنصراوي، لان كره القدم السعوديه كره عريقه، يعني وانت ذكرت والكل يعرف انجازات الكره السعوديه في كاس العالم في بطولات الخليج، لكن قلت انه هذا المدرب يعني اجى مع هذه الفتره. انا اشوف ان المدرب يعني قلت مع الانجازات وهذه المدرب شاهدته. انا ما اتحدث عن المباراه التجريبيه اللي خسر بها امام مولدوفيا وجورجيا واستراليا 2-3، لكن منذ تصفيات اسيا المدرب اعتقد بصماته كانت افضل من ريكارد. يعني في تصفيات اسيا فزتوا مرتين على العراق، هاي نتيجتين جيده كانت، في حين انه ريكارد من كان فرانك ريكارد في بطولة الخليج خسرته أمام العراق بهدفين. النتائج كانت في تصفيات آسيا جيدة وقاد المنتخب. وجه السؤال. نعم. قاد المنتخب لصدارة مجموعته في تصفيات آسيا والتأهل مبكرا، وبالتالي الآن اليوم المنتخب السعودي هناك الجميع يعني المراقبين من خارج السعودية يرى بأن السعودية قريبة يعني ستنافس على البطولة، يعني معظم المراقبين يشوفون أن السعودية تكون بالنهاية. أنا أحييك على يعني الرأي، وبكل تأكيد يعني ريكارد ولوبيز يعني عندنا مثل يقول سعيد أخو مبارك، لكن الواقع أنه لوبيز قد يكون جاء في مرحلة ليست مرحلة فيها الكثير من الضغوطات الطلب التأهلات، أو لكنه مطالب في هذا الوقت بالتحديد في تحقيق بطولة الخليج كأس الأمم الآسيوية. الواقع يعني الجمهور السعودي او الاعلام السعودي جمهور ذواق، لا يرضى بالنتائج فقط ويريد ان يقدم المنتخب مستوى مشرف ونتائج وانجازات. الشيء الاخر اللي نؤكد عليه دائما اخ هيثم انه يعني ما اعتقد، يعني شوف لكل المتابعين لنتائج لوبيز، نعم لو 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 وضعت اي مدرب سواء لوبيز او غير مدرب، وضعت اي مدرب مع 30 من ألمع نجوم كرة القدم في الدوري السعودي لنجح معهم حتى لو كان مدرب مغمور. فليس لوبيز فقط هو من يحقق النتائج. نعم. طيب استاذ ابراهيم واضح عموما النقاط، احنا نتمنى لك اكيد كل التوفيق ان شاء الله تعالى، ونتمنى للمنتخبات والاخضر السعودي اللي زمان اكيد امتعنا واطربنا باسماء وبطولات مواصله اكيد التالق من خلال البطولات القادمه. شكرا لك استاذ ابراهيم الجابر. اذا كان تواصلنا مع الاستاذ ابراهيم الجابر معلق و إعلامي سعودي معروف، لكن قبل ذلك مخرجنا مجهز لنا حاجة، خلنا نشوف شو مجهز لنا المخرج ونواصل. جمهور 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 بصوت واحد ما حد معذور، جايين 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 الله معنا للفوز ناوي. أريد أسمع
يا أحمرنا يا ساكننا، أغنية جميلة رائعة أكيد من صلاح الزبجالي، أطربت فوزي بشير وأعادت له ذكريات أكثر من رائعة فوزي. أكيد أكيد. طيب نشوف مجموعة من التغريدات وبعد ذلك نستكمل الحوار مع أعضاء الدكة وحديثنا عن خليجي 22. أحمد أبو سعيد، مساء الخير أبو تركي، أرحب بضيوفك منورين. أتوقع المنتخب القطري في صدارة المجموعة والسعودية كثاني المجموعة. عبدالله القرواشي، خالد أسأل فوزي يذكر الكورة اللي كانت في مباراة البحرين في خليج 19، كان يفكر خرجت خارج الملعب وتفاجأ فوزي الكورة في الملعب وبعدها سحب سحبة. فوزي سجل هذه التغريدة معك بعد تجاوب. هيثم المشايخي، البطاقة الأولى سوف تكون للأخضر وتنافس على البطاقة الثانية بين قطر والبحرين مع بعض الحظوظ لليمن قد يفعلها. طبعا هذه التغريدات كلها عن المجموعة الأولى وتوقعات من سيترشح من المجموعة. محمد الهاشمي، قطر والسعودية راح يتأهل وقطر المرشح الأول للوصول إلى النهائي. مهدي باعمر، كل التوفيق للمنتخب الوطني وكل التوفيق لفوزي بشير في انضمامه في مجال الإعلام وإضافة جميلة لبرنامج الدكة كما تعودنا. محمد البلوشي، مساء الخير منور كابتن فوزي، وإن شاء الله راجعين باللقب ونهدي الكأس لمولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس، الله يطول عمرك إن شاء الله. عمر القرطوبي، مساكم الله بالخير، في رأينا صدارة المجموعة الأولى ما راح تروح بعيد عن المستضيف، أما عن ثاني الصاعدين فهو راح يكون مفاجأة البطولة. سعيد الشكيل أبو أسعد، السعودية الأول والبحرين الثاني. هذه كانت توقعات المشاهدين الكرام بالنسبة للمجموعة الأولى، مثل ما ذكرت بالنسبة لمجموعة منتخبنا الوطني إن شاء الله تعالى راح تكون في يوم الغد، ربما كانت التغريدة بأن يعني نتمنى إن شاء الله نعود بالكأس ونهدي إن شاء الله للمقام السامي، نقول إن شاء الله تعالى آمين، وتكون إن شاء الله فرحتنا أكيد أكثر من فرحة ب 18 نوفمبر المجيد وبالكأس، وقبل كل ذلك أكيد سلامة مولانا الله يطول في عمره. فوزي، كان في سؤال في تغريدة من عبد الله القرواشي تذكر الكرة في اعتقد يسال على هدف البحرين في مرمى البحرين في كاس خليج 19. نعم، يمكن تمريره من بدر ميمني. نعم، وانا ركضت فيها من وسط الملعب، بس كان حسن ربيع موقف اوف سايد، هي اللي مرت الكره بينا، بس هي اعتمدت على الحكم هل حسن دخل في التسلل او لا. بس انا ركضت وسجلت وفقط سجلت الهدف، وكان احتقاق من المنتخب البحريني على اساس ورابطه الحارس وحطيت الكره على اساس حسن ربيع في الاوف سايد. كيف احتفلت بعد الهدف تذكر؟ اكيد عندك تسجيل رجع. لا لحظه نساله سبحت كذا طلع حلو. طيب اكيد ذكريات اكثر من رائعه، نتمنى ان شاء الله تعالى ان نستعيد ذات الذكريات في الرياض، واللي منتخبنا طبعا من خلالها حقق يعني او ظهر بشكل جيد. سمحوا لي بس شويه قبل ان ناخذ المنتخب القطري نستكمل شويه الحديث عن المنتخب السعودي، لان الهلال حاب يضيف، لان احد اقوى اكيد المنتخبات المرشحه للبطوله. تفضل. هو بكل حال من الاحوال فهذه المجموعه المرشح الاول المنتخب السعودي، يعني مش اقوى فنيا في وجهه نظري، ولكن الاقوى من ناحيه الدعم الجماهيري. نفس الشيء هناك، التغطيه الاعلاميه والجانب الاعلامي اللي عودنا عليه السعوديين انه دائما بشكل قوي يعني في التصدي لمثل هذه البطولات. ولكن نشوف، انا استشفيت من كلام الاعلامي معلقنا الجميل الجابر انه هناك في عدم رضا، وهذا اللي باين، بس لازم تكون هناك في قناعه يعني مع الوسط الرياضي السعودي، تكون في قناعه. الجيل التسعين يختلف عن الجيل الحالي من ناحيه كم واهب، من ناحيه كانسجن فتره طويله لعبوا مع بعض. يعني منتخب التسعين كل نجوم، يعني حتى الاحتياط كل نجوم. صحيح. مثل جيل فوزي اللي كان معانا، مع الاحترام للاعبين الان موجودين، يريد لهم وقت حتى يوصلوا لنفس مجموعه طبعا. فوزي مثل ما فوزي ايضا انتظر سنوات، يعني انتظر سنوات. فهذا لازم يعني المسؤولين على الرياضه السعوديه ان يكون عندهم هذه القناعه. اليوم انت ما تلاحظ يوسف الثنيان، ما تلاحظ سامي الجابر، ما تلاحظ الغشيان، يعني جيل وقبلهم الهريفي وفؤاد انور وماجد واسامي، يعني هذه جيل الثمانين والتسعين، يعني ما يتعوض بسهوله. فيجب ان هناك يكون في صبر، انما اذا كان في عناد
من لوبيز بإصرار على بعض اللاعبين واستبعاد بعض الأسماء المؤثرة والظاهر في الدور السعودي. نعم. هذا شان يجب أن هناك تكون مناقشته، ولكن بكل حال من الأحوال يعني استشفيت أنه في عدم رضا واضح عدم. من خلال نعم. هيثم تفضل أساس نتحول لمنتخب قطر على عجالة. هي كل المنتخبات اليوم تشكي من قلة النجوم كلها جميعها، هناك إحلال ليس فقط السعودية يتغنون على محمد عبد الجواد وماجد وشايع النفيسة ويوسف الاثنيان وفهد وغيره والمصيبيح، أيضا في المنتخب العماني الكويت الكويت أيام عم العراق الإمارات البحرين نفس البحرين يعني ربما سلمينة. الإمارات فنيين أفضل يعني نقدر نقول على هذا النجوم يعني القرض خلاص نعم. حتى اليمنيين أميني بيكون على علي النونو ذاك اليوم هو مدرب الآن يمكن، فإذا أقول لك يعني بغض النظر يعني كل المنتخبات تعاني من نفس الشيء تاريخيا. يعني اليوم أخذ دور الزميل الحبيب مفتقدة والله طلال العامري، تاريخيا التقوا الفريقين 19 مرة، التاريخ يقول للسعودية 9 مرات السعودية فازت على قطر، يعني شوف 9 انتصارات مقابل فوزين القطر و8 تعادلات، والرقم القياسي ما زال مسجل باسم النجم الكبير النصراوي لان انا هلالي النجم النصراوي ماجد عبد الله سجل. انت معروف انه تشجع نادي النصر زين، انا اشجع نادي الهلال عموما. ماجد عبد الله سجل في البطوله اللي اقيمت في بغداد عام 1979 وهي البطوله الاولى ان شاء الله ما تكون الاخيره اللي استضافها العراق. سجل 5 أهداف في مرمى قطر، ما حد ما حطم رقم ماجد عبد الله في مباراة واحدة 5 أهداف. وفي تلك البطولة أيضا كان حسين سعيد سجل 10 أهداف هداف البطولة، أيضا لم يحطم الرقم مال حسين انه هو هداف البطوله. اريد يوصل ليش انا محمد ابراهيم خليجي 10 لا اريد اوصل ليش اريد اجاوب ليش انا بس اريد اوصل اتكلم لك على التاريخ بين الفريق. طيب خلي التاريخ لان احنا في الحاضر. لا بس يسرد كتاريخ تاريخ مهم. التاريخ معروف بس انت الحاضر. لا بس انت في تاريخ مهم جدا رشيد، قلت التاريخ مهم جدا قبل. اوكي بس الحاضر بدايه البرنامج قال التاريخ مهم الان. ايوه الان بنتكلم بالتاريخ يقول الحاضر. ايش تريد فيه الان الحاضر؟ ايش فيه الحاضر؟ على المباريات التجريبيه قطر احسن. قطر احسن على المباريات الاخيره، لكن السعوديه ارضها يعني السعوديه يبقى السعوديه، اسم السعوديه فريق قوي دائما. في بطولات الخليج الامور مغايره جدا تختلف. وايضا السعوديه مطالبه اليوم على ارضها يعني الاستاد الملك فهد هذا الجمهور هو بالنسبه نعم الملعب اللي افتتح لكن مع ذلك انه ايضا السعوديه مطالبه بتحسين نتائج والصوره الاخيره في البطوله الاخيره بالبحرين طلعت من الدور الاول. بس تتوقع انها تكون متواجده؟ انا اتوقع ان المنتخب السعودي يكون متواجد لانه هو مرشح يعني معظم الترشيحات السعوديه وقطر مع جل تقديري للبحرين. وايضا اخر 4 بطولات كل المنتخبات اللي على ارضها البطوله هي كانت هي الحق. وايضا السعوديه خالد اليوم يقول لك لازم نكسر البحرين لازم نكسر فتره الصيام قبل ذلك فتره الصيام. اخر بطوله السعوديه اخذتها عام 2003 نعم 11 سنه اذا من يعني الصيام. نعم نكتفي بحديثنا عن المنتخب السعودي اللي حقق 3 بطولات. نتحول مباشره للحديث عن المنتخب القطري. المنتخب القطري طبعا تصنيفه الحالي 91 يقود المدرب الجزائري جمال بالماضي وهو لاعب طبعا سابق ايضا في الدوري القطري. منتخب قطر حقق بطولتين طبعا اولهم الاولى كانت سنه 92 بالتحديد عندما استضاف البطوله ومبارك مصطفى يومها قام بدور البطوله وهداف البطوله واستطاع ان يكسب البطوله ويخسر فقط في المباراه الاخيره امام المنتخب السعودي يومها بهدف سعيد العويران. اما بطوله العنابي الثانيه فكانت على حساب منتخبنا في يوم كان فيه الحظ النحس ضد منتخبنا ب3 ركلات ترجيح وكان المنتخب يحتاج ان يسجل واحده من الثلاث لكن هكذا كان الحظ في خليجي 17 وضياع اللقب بركلات الحظ الترجيحيه. فوزي نبدا الحديث معك عن المنتخب القطري. مجموعه من الاسماء الشابه واصابه خلفان ابراهيم خلفان ويعني غيابه عن البطوله واستبعاد ايضا سباستيان سوريا اللاعب الاورجواني الاصل القطري الجنسيه، كيف ترى حظوظ العنابي؟ اول شيء في البدايه اكيد اصابه خلفان تكون ضربه قويه مؤثره للمنتخب القطري. خلفان من اللاعبين المؤثرين في يعمل الفارق في المنتخب القطري. نعم. اعتقد ان المنتخب القطري اخر 3 مباريات قدم مستوى فاجئ الكل الوسط الرياضي الخليجي. نعم. ما كان المنتخب القطري في
في التوقعات انه بيحرز هذه البطوله، لكن من خلال المباريات الاخيره صار من منافسين على هذه البطوله. اعتقد ان الجمال بالماضي اضاف كثير للمنتخب القطري خلال مساكل الفريق، فاعتقد انه بيكون ضيف ثقيل على المجموعه الاولى وعلى البطوله وعلى البطوله ككل، ولقاء خاص دائما مع المنتخب السعودي. لكن فوزي بالنسبه للعديد من الاسماء الشابه نشاهد في المنتخب القطري، منتخب متجدد ايضا، هل راح ياثر هذا ايضا على المنتخب العناوي؟ المنتخب القطري الكل يعرف يعني مارس ممكن التجنيس، ممكن حتى القطريين اعلنوا عن ان حق مشروع لكل المنتخبات، حتى المنتخبات العالميه كانت فيها تجنيس. نعم، هذا مش حاجة أن واحد يستحي منها ويشوف أنه أعتقد أن اللاعبين المحترفين القطريين الدور القطري بيضيفون كثير للمنتخب القطري، عندهم خبرات كبيرة في هذه البطولات، مثال ممكن رزاق فرحان لاعب قدم مباريات كبيرة في الدور القطري، مثال ممكن اللاعب الأخوية ممكن برازيلي الأصل لاعب شفتها شاهدت له كم مباراه، لاعب على مستوى عالي. نعم، اكيد هاي اللاعبين عملوا اضافه كبيره للمنتخب القطري. نعم، طيب يعني هل تتفق مع الكلام اللي ذكره فوزي عن ان المنتخب القطري راح يكون ضيف ثقيل على على المجموعه وعلى البطوله ككل؟ لا، هو المنتخب حظوظه مثل باقي المنتخبات، حظوظه متساويه يعني. نقدر نقول سبع منتخبات حظوظها متساويه؟ طبعا انا اعتقد سبع منتخبات يعني استثني اليمن، لكن السبع المنتخبات حظوظها متساويه جدا يعني، لانه ما في منتخب، يمكن منتخب الامارات في استقرار اكثر، منتخبنا نحن في استقرار اكثر كونه مع الجهاز الاداري والفني فتره طويله، لكن كمستويات وكاداء للمنتخبات ككل في المرحله الاخيره هم متساويين تقريبا، الحظوظ متساويه. يبقى هناك انت بتلعب على التفاصيل الصغيره، مدى جاهزيه لاعبك من الناحيه الفنيه، من الناحيه الذهنيه ايضا، ورغبه الفوز مهمه جدا يعني، رغبه الفوز في اي منتخب هنا بتفرق. المنتخب القطري في قناعه، واضح انه في قناعه في الجهاز الفني، عمل نوع من الاستقرار، عمل نوع من التطور الفني في هذا الفريق، شفنا مع المغرب تعادل مع كوريا مباراته مع يمكن البيرو استراليا مع صحيح، فبالتالي في قناعه، في قناعه من الجهاز الفني، فاز في استراليا ايضا مع كوريا الشماليه، يعني في الفريق في نوع من الاستقرار الفني وفي نضوج اكثر. ايوه، يمكن هم اللي لاحظناه انه في تاثير يعني او في تخوف كثير جدا بعد اصابه خلفان برانكو، وتجد انه رده الفعل ما كانت ايجابيه، وهذا انا اللي يخوفني، انك انت اذا بتبني فريقك على لاعب معين انه، وبالتالي رده الفعل كانت في اصابه خلفان حتى من خلال الاعلام، من خلال المواقع التواصل، تحس انه في تخوف كبير جدا، وكانه المنتخب هذا اللي كان في استقرار وكان في قناعه انه في الجهاز الفني وفي اللاعبين انه المنتخب ايجابي، وتجد انك من خلال تصريحاته من خلال رده الفعل في الاصابه انه لا، في شيء صار يحدث للمنتخب، وهذا انا كان معتمد على خلفان، وكان العنصر خلفان هو نعم. الاساس في نتائج المنتخب، وانا ما اعتقد ان المفروض تكون في هذه السلبيه. صح، بتفقد لاعب مؤثر زي ما نحن نفتقد عماد فيما يخص الشق الهجومي وخبرته وهذا، ولكن في الاخير المفروض يكون المنتخب مجموعه لاعبين قادرين يتعاملوا مع اي ظروف، في غياب لاعب، في وجود لاعب، في اصابه لاعب، هذا بتحدث لكل المنتخبات، لكن كمنتخب منتخب مقنع في الفتره الاخيره، حظوظه مع منتخب الكويت، وانا اعتقد حتى لما نجي نتكلم عن منتخب البحرين حظوظه ما تقل عن منتخب العراق والمنتخب القطري، المنتخب السعودي والقطري، يعني حظوظه متساويه تقريبا مع الاثنين. ابو فيصل، انت تخلي المنتخب القطري في خانه المنتخب البحريني وخانه المنتخب اليمني؟ لا ما اتكلم، لا السعودي بس، السعوديه وقطر هي المرشحه للبطاقه الاولى والبطاقه الثانيه، خلاص استبعد البحرين. لا انا ما استبعد البحرين الحين في مرحله، لا البحرين قلت اكيد يعني هذه الثقه، البحرين الحين في حاله احلال، ما عندها لاعبين الخبره اللي ممكن يقدروا على هالبطولة. انت تعرف المنتخب البحريني بيلعب مع منتخب اليمن، لو كسب اليمن والمفروض انه كخبره وكامكانيات لاعبين انه يكسب منتخب اليمن، فبيطلع بثلاث، عنده مباراه الثانيه مع المنتخب السعودي، المباراة الثانية صح؟ اللي هو المنتخب البحريني. البحريني. وجوز جوز اليمن تفجرها وتتعادل ويا البحرين. ممكن احنا بنتكلم عن يعني الكورة اللي عادت مع العراق مع الكويت. هي كورة فيها. شفناها مع المنتخب العماني. لكن انت تشوف انت على الواقع. لكن احنا نشوف المعطيات اللي موجودة في كل منتخب، نتوقع ان المنتخب البحريني انه يتغلب على المنتخب اليمني، لكن كرة القدم فيها دائما مفاجآت.
وبالتالي انه لما يدخل في انه محتاج هو في الاخير مباراه، مباراه السعوديه ومباراه قطر، فبالتالي عنده العامل النفسي، عنده الدافع انه انا خلينا اكسب مباراه من المباراه من المباراتين المتبقيات، فبالتالي حظوظه تصبح هنا متساوي، لانه انت ممكن نتيجه المباراه الافتتاحيه بين قطر والسعوديه ممكن تروح للتعادل. وبالتالي انك انت لما تكون في المباراة الأولى متفوق، ونحن دائما نعرف المباراة الأولى هي الدافع، خاصة في نظام المجموعات، في نظام المباراة الأولى بتوصلك تقريبا إلى 50 إلى 60 يحسبها حسبة المدربين، فهذا هذه مهمة جدا صحيح. فمن هنا تصبح حظوظ المنتخب البحريني متساوية مع السعودية وقطر. نعم، لكن فوز قال أكيد المنتخب، بس هو استبعد المنتخب البحريني. أنا هو لا، هو ممكن ينظرها منظور، أنا هذا بحفظها حقك لحد نهاية المباراة. هو المعروف في الخليج كل شيء وارد فيها، كل شيء وارد، بس هذه البطولة يعني ياما فرق دخلتها وهي في مستوى متدني ولكن قدرت تاخذ البطوله، وقالوا يعني ما كان استعدادها بشكل جيد، والمنتخب الكويتي متمرس في هذا. انت حتى لو ننظر للمنتخب البحريني، العناصر الموجوده تقريبا نسبه كبيره جدا من النادي المحرق والرفاع، الرفاع الغربي، بس ما في لاعب تقريبا ممكن متميز الا هو فوزي عايش، يمكن بعده موجود فوزي عندهم لاعبين الخبره، لاعبين شفت انا بالمباراه الاخيره عندهم لاعبين الخبره موجودين، عندهم فوزي عايش، محمد حسين، محمد حسين، ايوه لاعب محمد حسين، محمد حسين، اسماعيل عبد الرحمن، اسماعيل عبد اللطيف المهاجم المعروف، محمد حسين هو قائد الفريق، جون سيد محمد جعفر الحارس، لكن فوزي عايش الصور ما لا ما موجود مع المجموعه، لكنه في عنده عناصر خبره ممكن تواجدها في البطولة هذه، عندها الخبرة في هذا الجانب، فبالتالي ليش أنا تكلمت وقلنا أن المنتخبات كلها متساوية حظوظها، أنت بتبقى حساباتك ولعبك مدى جاهزيته للمباراة، لأنه في الأخير اللي بيلعب اللاعب. ها طبعا، وأنت قلت أن أحيانا تحسن كده الأمور بتفاصيل صغيرة. هلال يمكن كان في تصريح لجمال بالماضي قال أن هذه البطولة تحضير بالنسبة لنا لكأس آسيا، هل هي مناورة أو نوع من التمويه أيضا، على اعتبار أنه يبعد حتى الضغوطات أيضا بالنسبة على لاعبي المنتخب القطري اللي أغلبهم شباب ربما باستثناء بلال محمد قائد المنتخب؟ والله هو المعروف عن الكابتن جمال بالماضي انه ذكي وامكانياته كبيره، وهذا اللي مبين من خلال عمله، ولكن ما في مدرب يقول انه عندي انا بطوله واليوم البطوله تحرف ايش تشكل. يعني هي مباراه السعوديه ومباراه المنتخب القطري هذه فيها الشيء الكثير. صحيح. هذا الكلام رايح يختلف لو حصل نتيجه سلبيه في مباراه السعوديه اللي هي مباراه بعد بكره. رايح يختلف هذا الكلام، لا مسؤولين بيكونوا راضين، لا اللاعبين يكونوا راضين، ولا اعلام يكون راضين. فالمفروض هذه بطولة تأخذ صحي أن أنت غايتك مثل ما قال كابتن رشيد، الغاية مفروض تكون أنه نهايات آسيا أنا أعمل فيها نتيجة إيجابية، ولكن كأس الخليج تعرف إيش تمثل، لأنك أنت يعني لأبناء الخليج عامة، يعني من ناحية كوسط رياضي ومتابعين وكبار السن يعني تحديدا يعرفوا كأس الخليج، ولكن نهايات آسيا يمكن يجي للشباب هو اللي أكثر والقائمين على اللعبة، ولكن كبار السن تعني لهم الشيء الكثير، والشيوخ نفس الشيء في كل ما تصدق أي واحد يقول لك أنا رايح كأس الخليج ما أبي البطولة. صحيح، كل التصريحات مصر. كل هذه تصريحات هذه لعبة، ولكن نشوف في خلال سنتين يمكن المنتخب القطري مروا عليه تقريبا أكثر من 4 مدربين. المنتخب القطري في الفترة الأخيرة مع الكابتن جمال بالماضي أتوقع أنه على حسب النتائج وعلى حسب المستوى اللي لاحظنا مع الفريق، فترة قصيرة هلال معه، فترة قصيرة ولكن قدر يعمل توليفة وقدر يفرض أسلوبه في هذه الفترة القصيرة، ولكن كأس الخليج وتعرف أنت إيش اللي يحصل في كأس الخليج. نفس الشيء بالنسبة لإصابة إبراهيم خلفان، أنا أتوقع أنه ضربة قوية وما في صالح المنتخب القطري، لأنه هو من اللاعبين، بس ما المفروض هلال تكون بهذا ردة الفعل السلبية هذه، يعني في حتى في ردة الفعل كانت كبيرة جدا يعني. نعم صح، يعني أنت تفقد لاعب محتاجة يعني، لكن في الأخير أعتقد أن المفروض المنتخب في الأخير مجموعة عناصر، الأخير هو عامل الفارق. أيوة هو يعمل فارق عليك نور، يعني هو من اللاعبين اللي يصنع حلول بعض المرات في الأمور الصعبة. هذه من ضمن الأشياء، ولكن هناك استبعاد سبستيان سوري، هو أنا قرأت تصريح سبستيان ما هو مستبعده، هو اللي اعتذر، هو حتى سبستيان بالفعل سبستيان سوري اعتذر ولم يستبعد وغير اعتذر عن المشاركة. صحيح، اسباب الاعتذار معه، بس الخبر اللي نزل انا قرأت خبر، سبستيان هو اعتذر، هو اعتذر ولم يعطي اسباب الاعتذار، حتى بالوكالات اليوم يجيب الوكالات انه هو اعتذر من فتره من قبل بالوكاله الفرنسيه الاي اف بي انه اعتذر عن واحد، بس اساس من الامارات اعتقد، من الامارات شارك سبستيان سوري في بطوله كاس الخليج، من الامارات صح، بس ما كان موفق فيها وما سجل، ما كان
موفقه يمكن. نعم بس انا ممكن اضيف نقطه خالد هنا جزئيه انه لا تنسى اذا المنتخب القطري خارج ارضه ما هو بهذاك الفعاليه زي ما هو يلعب على الارض يعني خاصه في بطوله صح يكون في يعني كان له حضور في 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 السعوديه خليجي 15 كان له حضور في خليجي 13 لكن معظم البطولات خليجي سبعه هنا كان في مسقط مباراه الفاصله عندما لعب المباراه الفاصله مع العراق وخسر ضربه جزاء لكنه هو 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 فعلا هو بطولته دائما كلهم في ارضه حضوره دائما في ارضه يعني في كل البطولات يعني هنا بطولته كلهم في ارضه ولكن هو بس انا في وجهه نظري انه المنتخب القطري الان يعيش حاله مستقره يعني كمجموعه نفس الشيء هناك في رضا بس تقول غيروا أربعة مدربين فترة لا غيروا أربعة مدربين في ظرف سنتين ولكن مع جمال بالماضي الفريق يعني صار له هوية صراحة يعني تغير صار له هوية وهناك في رضا من ظل في خلال يعني من خلال النتائج اللي قدمها الفريق في الفترة اللي مسك فيها الكابتن جمال الفريق يعيش فترة استقرار جيدة في وجهة نظري يعني كمجموعة وهذا اللي شاهدته في أكثر في أكثر من لغة يعني بالقنوات فالمباراة تحديدا مع السعوديه هي تحدد اشياء كثيره للفريقين للمنتخبين سواء السعوديه او قطر. نحن كمباراه بكره ايضا راح اكيد ناخذ اليوم اللي سبق المباراه هيثم المنتخب القطري وكيف ترى حظوظه ايضا. يعني شوف المنتخب القطري اذا ارجع يجوز رشيد يقول لك ليش ترجع بالماضي احنا علينا ولدي اليوم صح بالحاضر الماضي بالذكريات لا مو هو الماضي بالذكريات مكروفوزي تعال اتغنى لك بقطر كان اول بطوله متى هذا اول بطوله منصور مفتاح اول بطوله هاي الاسماء اللي انا احنا وعينا عليها يعني انا محمد وفا حارس مرمى يونس احمد ايضا حارس مرمى محمد دهام والاسماء الحلوه عيسى احمد عادل مال الله لو سمحتوا رشيد وفوزي لا اول بطوله متى اول بطوله 79 شوف الفريق بدا يعني كمنتخب قطري حقيقه انت كمتابع قوي انت كمتابع 79 انا لا لا انا كنت صغير اي نعم لكن 79 نعم نعم في البطوله اللي اقيمت في بغداد لكن كنت صغير لكن كمتابعه انه اشوف المباريات بالبطوله السادسه في الامارات يعني انا كنت اعي المباريات اللي اتابعها واذكر ايضا انسحاب العراق في تلك البطوله من الامارات وايضا فلاح حسن يعني ما هيودينا على غير موضوع ما كان جيد في تلك البطوله كان راجع من اصابه تدور نفسك وبعدين الكويت اخذ البطوله البطوله السابعه البطوله السابعه المنتخب القطري بصراحه كان منتخب مخيف هنا في مسقط خصوصا انه كان مرشح يفوز باللقب عكس التوقعات فاز على العراق 2-0 لعب مباراه فاصله حتى بضربات الجزاء كان هو الاقرب يعني العراق اجى عمالقه بضربات جزاء ما يضيعون ضيعه في البدايه ناظم شاكر حسين سعيد عدنان درجال بعد ذلك المنتخب العراقي سجل عن طريق المرحوم ناطق وحارس محمد ثم عادوا وكريم علاوي القطريين هنا ضيعوا الكرات فبالتالي من اللي ضيع تذكر اللي ضيع اعتقد محمد دهام ضيع محمد دهام اهم ضربه هو شات الكوره برا بعد زين اهم ضربه كان ممكن تحسب لعب الكوره برا بعد نصد خالد زين امين من المحارب قديم ترى رشيد جابر لا اتذكر يعني خالد امين يتذكر زين كنا في الابتدائيه من البطوله وبعدين القطر هي الوحيده اللي يعني هي اول من فاز او انهى احتكار العراق والكويت يعني الكويت والعراق عندما احرزت البطوله ومن ثم السعوديه بعد ذلك المنتخب القطري يعني افرز نجوم كبار محمود صوفي اي هذا كسابق لكن اسمع لكن البطوله هذه اليوم المباريات الوديه انا شفتها بصراحه نعم. شفت مباراتهم مع اوزباكستان اللي فازوا بها بثلاث اهداف شفت نعم. مباراتهم مع استراليا اللي فازوا بها بهدف شفت مباراتهم مع لبنان ولو كان بالفريق الرديف لان يعني حتى بالمنتخب القطري ايضا لعب لاعب حسين علي حسين شاب نجل اللاعب العراقي علي حسين شاب اللي حقيقه انتزع التعادل الثمين من عمان في البطولة اللي أقيمت في السعودية التاسعة لكن كانت نتيجة كبيرة على لبنان نعم نتيجة 5 لكن الفريق اللبناني أيضا ما كان بعناصره الأساسية في تلك المباراة نعم. عموما وتعادل مع المغرب المنتخب القطري يعني فنيا أشوفه جيد أنا يعني حقيقة كان لي فرصة أن أدردش على عجالة مع جمال بالماضي في المباراة اللي حضرها مباراة اليمن والمنتخب العماني في بوشر كان موجود ايضا الكابتن رشيد فاعتقد الكابتن جمال الان مثل ما قال الهلال يعني اضاف حقيقه الشيء الكثير للمنتخب القطري
وكانت نتائج يعني اليوم هناك ارتياح من الإعلام القطري، ارتياح من الشارع الرياضي انه يشوف المنتخب القطري يحقق هذه النتائج في المباريات التحضيرية. لكن السؤال، هل هي المباريات التحضيرية كل شيء؟ يعني اليوم على هذه النتائج قطر المفروض تروح يعني ايزي انه تاخذ البطولة وتطلع كمؤشر، هي هذه كمؤشر، لكن هناك ايضا عوامل ومؤشرات العكس. السعودية في بطولة البحرين الأخيرة تعادلت مع الأرجنتين، والأرجنتين كان في ليونيل ميسي وكان دي ماريا، والكل توقع السعودية تشيل البطولة، طلعت من الدور الأول ونتائج كثيرة يعني طبعا. هذه لكن هي مؤشر أنه يعني تشوف أنه الفريق استقر نوعا ما. لذلك أشوف أنه المنتخب القطري في هذه المجموعة يعني أرشحها يعني مثل أضم صوتي الفوزي أنه مع السعودية. أنا مو أقلل من شأن البحرين في هذه المجموعة، لكن هم الأرجح نوعا ما، لأنه الآن أيضا يعني إحنا إذا تحدثنا عن الانتقادات، معظم ترى المدربين الآن يتعرضون للانتقادات. صحيح. كل صحيح. بول لقون، حكيم شاكر الله يعينه، حتى تهديدات يهددوه مهدي مهدي بعد خسارة الخسارات مع أوزباكستان. لوبسكارو قبل شوي لوبسكارو يعني شاهدنا زميلنا إبراهيم الجابر واضح واضح الموضوع. يمكن 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 بس جمال بالماضي ومدرب اليمن، يعني جايد يقول التشيكي ميروسلاف سكوب يعني يقول لك اريد اسوي مفاجاه واريد ربما يعني طيب يتعادل مع البحرين كل طيب شيء. احنا عموما راح نتحدث عن المنتخب اليمني، لكن قبل ذلك راح ناخذ مجموعه من التغريدات على تويتر ونستكمل الدكه. محمد الهنائي، كل الترشيحات للسعودية بالنسبة للمجموعة الأولى، تليها قطر. ومحمد طبعا الهنائي حط اسم جلالة السلطان أكيد جنب اسمه. غابش الخضوري، بإذن الله تعالى منتخبنا العماني راح يتأهل لدور الثاني وكل أمنيات بالحصول على اللقب الثاني، كلنا نبض واحد. محسن الشنفري، مع احترام المنتخب قطر ما راح يوصل بعيد في البطولة، واتوقع الصعود لليمن والسعودية من المجموعة الأولى. صالح البارحي وجه لك التحية، خارج النص متابعينكم يا شباب، الكابتن رشيد جابر، العود أحمد الدوربين، وجودك بالدكة إضافة جميلة، تحياتي لكم عمان نبض واحد. كل الشكر لك يا أبو عبد الله، نتمنى لك التوفيق هناك في الرياض. علي خاطر نجادي، هيثم خليل، إذا أنت هلالي أنا اتحادي، والوعد في جدة بعد كأس الخليج، وأقول لفوزي تتذكر أهدافك مع فريق معهد التدريب المهني بصور. ما لول هيثم فوزي، بعدين برجع لك. أحمد العامري أو العامري عموما، هي تكتب أكيد نفس السبيلينج. البطولة السعودية وبالنسبة لقطر سيخرج من نصف النهائي، مع تمنياتي بالتوفيق للأحمر العماني. محمد علي وبا عمر، اتوقع اصابه خلفان بتاثر على حظوظ منتخب قطر، بس مع ذلك اتوقع نشوف قطر مع السعوديه في الصعود لدور الاربعه. سالم المعمر، المنتخب القطري منافس قوي في البطوله ولكن اتوقع مفاجات. مباشرة راح يكون حديثنا القادم عن المنتخب اليمني اللي قوده طبعا التشيكي ميروسلاف سكوب. المنتخب اليمني حاليا تصنيفه طبعا 178 على مستوى العالم، تصنيف اكيد متاخر للمنتخب اللي هو يعتبر اخر المنتخبات اللي انضم لكاس بطوله كاس الخليج، وان كانت بدايته بعرقلة لمنتخبنا طبعا بالتعادل. المنتخب اليمني في المجموعة طبعا اللي مثل ما ذكرنا تضم السعودية وقطر والبحرين، واضح من كل الأحاديث بأن المنتخب حتى الآن بعيد عن الترشيحات. هلال، منتخب اليمن وحظوظه كيف تراها؟ هو شوف، لما نرجع للمنتخب اليمني ومباريات اللي خاضها، تقدر تقول الخمس مباريات اللي خاضها كتجريبية للبطولة، نفس الشيء يعني نتائج جيدة تحسب. لا، لما المنتخب اليمني يتعادل مع العراق، يتعادل مع الكويت برغم أن الكويت هو المعادل في آخر دقائق، يفوز على ماليزيا، يفوز على أندونيسيا على ما أعتقد، وينهزم من عمان. تعادل مع أندونيسيا، تعادل مع أندونيسيا، تعادل مع تشاد، فاز على النيبال بهدفين بالضبط، ولكن هذه كخمس مباريات. نعم. انهزم من المنتخب العماني بكورتين ثابتات يعني. نعم. ولكن نعم، ومع الرديف ايضا خسر. نعم، هذا جانب يعني. نعم. تقدر تقول
ولكن الأساسي هو أنه انهزم 2-0 من قدم محمد المسلمي. يعني هي التشكيلة الأساسي. الفريق متجدد على حسب ما تابعت الفريق متجدد، عنده مواهب صراحة الفريق، ولكن أعيد وأكرر مثل ما ذكر الكابتن رشيد، يجب على المنتخب اليمني أنه يسعى أكثر وأكثر. كأس الخليج فيها أجواء كثيرة خارج الملعب، فيها أجواء، فيها تنافس خارج الملعب، فيها تنافس في الملعب، فيها أشياء كثيرة يجب أنك تتعود عليها حتى تحصل على بطولة. فهم محتاجين على أساس أنه هذا الجانب، يعني وإذا استوعبوا هذا الجانب ممكن أنهم يعملوا نتائج إيجابية. ولكن كأس الخليج والكل متفق تحمل فيها مفاجآت كثير، وما في الفريق هو اللاغو واللي عنده استعداد جيد تقدر تقول بيحصل البطولة. بعض المرات تجد توقعات مختلفة تماما. طيب فوزي، محسن الشنفر في تغريدة قال انه يتوقع لا بيجيك حق علي خاطر جاد. ليش ابتسمت هالابتسامة؟ كنت تسجل اهداف وايد في معهد التدريب المهني في صور. العب خماسي لا، ايام دراسه كانت، انا التحقت في معهد المهني بصور وهناك كونت صداقات، ويمكن قبل ما العب كوره في نادي النصر قبل ان تبدا مشوارك. وكنت تسجل هذه الفتره كانت بعدها في الشباب في البدايات. طيب محسن الشنفري يقول يرشح اليمن مع السعوديه للتاهل من هذه المجموعه. انت استبعدت البحرين قبل شوي، ماذا عن اليمن؟ والله نحترم رايه، هذا هو رايه هو، بس نعم. المعطيات وهذا تعتبر ان المنتخب القطري والمنتخب السعودي هم الاقرب للتاهل يعني. ماذا عن المنتخب اليمني ووضعه؟ وانا من خلال حتى متابعتي كان في لقاء لاحد لاعبي المنتخب اليمني تحدث عن الاوضاع بشكل عام في اليمن، الاوضاع السياسيه طبعا، وما نتحدث عن هذه الامور تؤثر بشكل كبير سواء من ناحيه المسابقه او من ناحيه اللاعبين وتواجدهم ايضا في المنتخب. يعني يعتبر منتخب اليمني، تعرف منتخب كتبر منتخب غامض يعني. الفرق انا اشوف المنتخب اليمني بعد تحت يعني تدريس البطولات كاس الخليج، بعد في التمهيدي نفس ما صار للمنتخب العماني في السابق، والمنتخب الاماراتي والمنتخب القطري، كانوا في بداياتهم كانوا نفس المنتخب اليمني، من ثم عرفوا كيف يلعبوا هذا البطوله. نتمنى لهم التوفيق في هذه البطولة، وإن شاء الله يكون حظوظه نفس ما قال الأخ محسن. نعم. يتأهل، حق مشروع يعني. التأهل. أكيد حق مشروع. رشيد، أنت ذكرت أن إحنا عموما يعني فقط للتذكير تواصلنا مع الفاضل عبد الله المري نائب رئيس تحرير جريدة الراية القطرية للحديث عن المنتخب القطري، لكن في لحظة التواصل كان موعد إقلاع رحلته من الدوحة إلى الرياض، وبالتالي اعتذر على إن شاء الله تعالى أمل التواصل معه إن شاء الله في حلقات قادمة. رشيد، أنت كنت تتحدث عن أن المنتخب شبهت المنتخب اليمني في هذه البطولات الحاليه وحتى البطوله القادمه ببدايه منتخبنا وحتى منتخب الامارات في بدايه مشوارهم في البطولات الخليج. كل المنتخبات هو في مرحله تعلم يعني، خلينا نكون واقعيين يعني. حظوظه في البطوله هذه ممكن يعمل مفاجاه، ولكن ما ممكن انه يصعد من مجموعه فيها السعوديه وقطر والبحرين في كره القدم كل شيء جاهز. هو جاي للبطوله هذه، ومجرد تواجده في البطوله هذا حاجه ايجابيه. نعم. تتعلم كيف تلعب بطوله فيها ضغط إعلامي كبير جدا، عامل نفسي مهم جدا، بناء منتخب من خلاله أنك أنت تقدر توصل إلى مستويات أعلى. فبالتالي أعتقد دائما أقول المنتخب اليمني عنده مواهب جيدة، ولكن أيضا لا تنسى أيضا نظام الدوري، الظروف اللي بيمر فيها اليمن. نعم. مراحل الإعداد ماله، المنتخبات اللي بيلعبها، المباريات اللي بيعملها، هذا كلها لها دور بتأثر على تشكيلة الفريق وعلى أداء الفريق وشكل الفريق. فبالتالي أعتقد أنا حتى من قراءتي للفريق في مباراته أمامنا، الفريق ما عنده عناصر، ولكن لسه بعيد جدا جدا أنه يكون مرشح أنه يصعد من المجموعة. صحيح أننا تغلبنا على فيه بهدفين من كرات ثابتة، ولكن أيضا حتى أداؤه في الملعب صح، فريق قادر ينقل كرة، قادر عنده ثقة في الشوط الأول، قال قادر ينقل كرة، وقادر شكله في الملعب كويس جدا. هم كمجموعة بينقلوا كرة إيجابية، ولكن أعتقد أنه كفريق ممكن يخسر في أي لحظة، ممكن يسجل فيه في أي لحظة. في الثلث الهجومي عنده إشكالية، في الثلث الهجومي عنده إشكالية في إنهاء الهجمة. وبالتالي أعتقد أن المنتخب اليمني في البطولة هذه أو في المجموعة هذه حظوظه أقل من السعودية وقطر والبحرين. هيثم، تتفق مع الطرح في مسألة استبعاد المنتخب اليمني من المنافسة؟ أتفق، لكن على ضوء النتائج ايضا احنا نتفق انه هي مؤشر. نتائج في المباريات الوديه لا باس بها،
المدرب ايضا عنده نبره ميروسلاف سكوب من خلال حديثه للاعلام، يعني حلو روح التحدي والاصرار حتى وان كانت لا توجد على ارض الواقع، لكن يعطي حافز ودافع للاعبين. نعم. هم يعني يمكن اصيب عندهم نجم بارز الهاجري ايمن الهاجري، وشاهدناه في مباراه المنتخب العماني التحضيريه، لكن الخبر اليوم انه راح يتواجد مع المنتخب على امل شفائه ولحاقه بالمباريات. نعم، لكن حتى الان هو مصاب، يعني تعرض لاصابه. يعني انت ما اريد ابتعد كثير، يعني حتى في فرق اخرى اللاعب عندما يصاب يعني صعب انه يدخل الفورمة بعدين. يعني اضرب لك مثال على عموري عمر عبد الرحمن مع الامارات. عموما هناك اسماء ايضا احنا اعتدنا نشاهدها، علاء الصاصي ايضا لاعب عنده خبره الان مع المنتخب اليمني. هم في حراسه المرمى يعني شاهدنا في المباراه الاخيره محمد ابراهيم عياش، كان يعتمدون على سالم عواض اللي احترف في الدوري العماني، شاهدناه مع وكان جيد مع نادي النصر. نعم، هناك عندهم محمد فؤاد مع النصر ومع المصنعة طبعا. نعم، مع المصنعة. هناك عندهم وليد ايضا وعبد الواحد محمد ايضا عندهم مدير عبد ربه. يعني الاسماء اللي شاهدناها في المباراة الأخيرة في مع المنتخب الوطني العماني، اعتقد انه بالفعل يعني صعب انه تقول انه الان اليمن من هذه المجموعة اللي تضم صاحب الأرض والجمهور والضغوطات عليه ومطالب على الأقل أنه لازم يكون مع الفرق الأربعة المنتخب القطري. الإمكانات أنا أريد أتكلم على جانب معين والكل يعرفه، ويمكن ما أعرف شنو رأي الكابتن رشيد جابر. طبعا أكيد الإعداد والإمكانات المادية هذه تمثل عامل وجانب مهم. الظروف، يعني اليوم الظروف اللي يعيش الشقيق اليمني يعني لا تقل طبعا عن الظروف اللي يعيشها مثلا العراق على نفس الشيء، وحقق كاس اسيا في 2007. لكن ظروف شوف هي مغايره، الامور مغايره هنا عندما تجي على القياسات والنوعيه اللاعبين. لكن انا ذكرت في بدايه البرنامج على مستوى الفئات السنيه، يعني من الثمانينات وانا اتابع الكره اليمن، يعني الفرق اليمنية دائما تؤدي نتائج جيدة في هذه المراحل، لكن عندما يترحل اللاعب بعد ذلك ويصل إلى الخط الأول تلاقي الأمور هذه تعتمد أيضا على عوامل عديدة. البنى الأساسية إيش حققت المنتخبات اليمنية على يعني المنتخب اليمني بقيادة الحارس الأمين السنيني، الحارس اليمني السابق صعد كأس العالم للناشئين. هناك نتائج كثيرة حتى في البطولات العربية، يعني أنا أذكر بالثمانينات على مستوى بطولات تصفيات آسيا للناشئين والشباب. لكن المشكلة عندما مثل الكرة السورية أيضا في الفئات العمرية دائما تحقق النتائج. فعموما الكرة اليمنية تعاني كثيرا، يعني البنى الأساسية، الملاعب أقصد، والمسابقات، الإمكانات المادية، المسابقات، الظروف اللي يعيشها البلد لا يختلف عن العراق اللي مشارك أيضا في البطولة. لكن الفرق انه التاريخ اللي هو ايضا يمكن الكابتن رشيد يعني خلاص عاد مسك عليك كلمه نعم التاريخ، كلمه التاريخ كل شيء بيرجع. يعني هناك تاريخ في هذه البطوله، هناك فرق بطوله الخليج بصراحه تعتمد يعني في مو دائما، لكن التاريخ جزء مهم في هذه البطوله والجانب. يعني اذا نجي على المنتخبات بصوره عامه، يعني المنتخب الكويتي اللي حتى الان ما حد ما قدر يحطم الرقم القياسي بالنسبه له في عدد المرات بالفوز بالبطوله 10 مرات. وثم المنتخب النقطه هذه مهمه جدا، انت تعرف لما تروح بطوله انت جدا وتعرف نفسك انت اصلا ما قادر تعمل فيها شيء. نعم. ما قادر تكسب مباراه، ما قادر تعدل وضعك في هذا عبء كبير جدا على اللاعب اللي بيلعب في البطوله هذه. الثقه ما موجوده، انك لما تكون الفريق ترى ثقه الفريق في نفسه بالفعل مهمه جدا. فاذا انت رايح في بطوله انت تاريخ ما عندك تاريخ فيها، ما عندك نتائج ايجابيه فيها، فبالتالي بيكون السابق يعني زي ما عانينا نحن 30 سنه في هذا الجانب. يعني وفي بعض الاحيان يكون اعدادنا ايجابي جدا، مبارياتنا الوديه ايجابيه جدا، لكن لما نروح البطوله ولانه التاريخ ما موجود، المركز دائما الاخير، النتائج دائما سلبيه، اللاعب يكون عقده مثل ورا هذه النتائج دائما بيكون موجود. فتلاقي كل الاعداد هذه وكل الايجابيات اللي عملها لما يجي للبطوله النتائج دائما سلبيه. المنتخب اليمني الان تعادل مع الكويت، تعادل مع العراق، الكويت بطل والعراق بطل. هل ممكن ينقل الان النتائج هذه الى مباراه، الى بطوله رسميه فيها ضغط اعلامي، فيها حضور جماهيري، فيها ايضا مطالبه مش منه هو كمنتخب ايضا، لكن هو مطالب الان بتحسين وضعه، مطالب ينتقل الى مرحله
أكثر من اللي كان فيها في المراحل اللي طافت. نعم. هذا دائما بيسبب ضغط على اللاعب، على الجهاز الفني، على الجهاز الإداري، وبالتالي بعض الحين تكون سلبية. فأعتقد أنه هذا المراحل هي مراحل تعليم بالنسبة للمنتخب اليمني، بغض النظر عن النتائج اللي حققها، هو محتاج وقت جدا عشان يكون جزء أساسي في البطولة. شوف، ليس فقط التاريخ، إذا أجي على تاريخ اللقاءات بين اليمن والسعودية، يعني دائما في صالح السعودية وبنتيجة من الأهداف هناك فارق. لا مو أنت إذا تتكلم مثلا أن اليمن عنده يعني مثل ما نذكر حقق مفاجآت، تعادل الكويت في بطولة الإمارات. نعم، هنا أيضا تعدي هناك مؤشرات. يعني خلينا نتحدث الآن عن المنتخب العماني. ليش يقول لك اليمن؟ أنا دائما الآن أشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك حافز. إحنا نتمنى للأشقاء أن يكونون مفاجأة. يعني أتمنى أنه أكتب الحصان الأسود منتخب اليمن في البطولة. لكن هي مؤشرات. مؤشرات كيف؟ الكرة العمانية عندما جاءت في حصلت على لقب البطولة في مسقط، هي المؤشرات بدأت مع رشيد جابر نفسه اللي جالس الآن خليجي 15 في بطولة خليجي 15 في المملكة العربية السعودية، ثم تواصلت في الكويت، ومن ثم بلغت قمة النضوج عندما شاهدنا أقوى فريق بالبطولة لكن ما حقق البطولة. التوفيق، الحظ بركلات الجزاء، وأكثر من مرة كان قريب أن يفوز بالبطولة. ومن ثم في بطولة الخليج 18 عندما فاز، وأنا كنت موجود في البطولة، فاز على الإمارات في البداية وخسر. كان هناك مؤشرات قبل أن يأتي يأخذ البطولة. الآن المنتخب اليمني حتى الآن، ما أنا الآن لا أتحدث عن مباراة التحضيرية، مباراتين تعادل بيها، ما اليوم أيضا الكرة العراقية تعاني، الكرة الكويتية تعاني. أنا أتحدث على أنه ما هي المؤشرات في البطولات، يعني لازم أكون مراحل سابقة تسبق حتى يعني عمان ما جت رأسا مفاجأة وسوت إنجاز أو حققت شيء. نعم، كان أكو تمهيد تصاعدي بعد ذلك تحقق هذا الأمر. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب القطري، ذكرت بالبداية، قلت بدأت المؤشرات من بطولة الخليج السابعة في مسقط، ومن ثم صاعد إلى أن أخذت البطولة. السعودية كذلك دائما ضم الأسماء الكبيرة وصعد، فكل الفرق يعني أتت من 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 مؤشرات، وبالتالي استطاعت أن تنافس ثم تحصد اللقب. نعم. كم مرة المنتخب الإماراتي حصل على المركز الثاني يلا أخذه، المنتخب العماني مرتين الوصيف ومن ثم أخذ البطولة. المنتخب اليمني في مؤشرات أنه حقق البطولة؟ هو قال لحد الحين ما حقق. شوف كرة القدم، اسمح لي أعرف أنا وين أنا ما أقول لك. لا هو ما قال كذا، يمكن ما انتبهت له. ما انتبه. هو قال لك لحد الحين المنتخب اليمني ما حقق اللي بدأ فيه المنتخب الوطني وبقية المنتخب. أنا ما أقول لك على بطولة، أقول لك إنه مؤشرات إنه يكون الحصان الأسود. أنت ما مركز فوزي، صار لي ساعة أتكلم وخاضه وذابح نفسي وصعد وأطلع فوزي، وديتنا بعيد ورديتنا. أنا أقول لك لا، أقول لك المؤشرات. لكن أبو صقر الكرة العربية ما تعاني في يعني في غلة بطولات مثل ما ذكرت قبل شوية. قلت حتى الكرة العربية معاناة. لا معاناة شيء ثاني، ولكن نتحقق نتائج الكرة العربية. لا أكيد طبعا حقق البطولة ثلاث مرات، لكن يعني عنده معاناة اليوم على مستوى معاناة على مستوى الأندية. هناك معاناة اليوم، معاناة البنى الأساسية ما متوفرة، ظروف البلد، لازم نكون واقعين. المدرب، اللاعبين، يعني يا اخي اذا انا ما المنتخب تصنيف المنتخب اليوم العراقي 81 نفس المعاناه هسه على البطوله ولعب نهائي. لا انا اقول لك كيف، لا مش نفس الظروف. لا شوف، اولا ما كان حكيم شاكر يتعرض لهذه الانتقادات اللاذعة كمدرب، ما اسمح لي انا كقائد للفريق كمدرب منتخب العراق. اذا انا يومي الزوم في اصعب الظروف، اتكلمك عن الظروف في اصعب الظروف اللاعب العراقي غدر الظروف اللي مر فيها. انا معاك، لكن الضغط اليوم انفجار. اليوم اقول لك امور. اولا الاعداد، اذا رحنا بعيد عن نتكلم عن العراق، الاعداد لعب مباراتين، هو اللي طلعنا على العراق. طيب لا، ما هو ده يقول لي الان على الظروف. لا لانك انت تكلمت على العراق. لا تكلم، يقول لي انه الكره العراقيه، انت تشابه الكره اليمنيه والكره العراقيه. هناك انتقادات لمدرب ومتعرض الى امور مضايقات ايضا. كل المدربين تحت انتقادات. الفريق العراقي راح لمحافظه، يشبه اليمن بالعراق، يشبه اليمن بالعراق نفس الظروف. لا الظروف، ظروف ظروف البلد، ظروف البلد، ظروف صعبه، بس خامه لعيبه وتايج فتره طبعا اكيد. بس انا اقول لك اليوم كاس اسيا العراق حققها في يا اخي. ادري انا اعرف احقق، لكن هيثم في نقطه تذكرتها. هيثم انت قلت ان كان حكيم شاكر ما يتعرض للانتقادات، صح؟ بالفعل. طيب في تلك البطوله بالبحرين، لحظه زين، مو مثل اليوم. زين لحظه شوي. نعم، رشيد كنا مع بعض في الاستوديو التحليلي في خليجي 21، تذكر؟ صحيح. من
اللي طاح بها حكيم شاكر قبل بطولة. لا لا شوف اقول لك بس اسمحني ما انتقدته مو مثل اليوم لا بس ما انتقدت انت اسمعني خالد مو مثل اليوم تذكر رشيد ايه بس لا على مستوى فني اسمحني وبعدين وبعدين في البطوله تغير اسمحني خالد اسمحني لا انت مو لاند تطلعني اولا حكيم شاكر صديقي وانت تعرف انه شارك معنا لكن إيه اقول لك كبرامج بس ما انتقدت لا كمستوى فني إيه؟ مستوى فني اي مدرب ينتقد يعني هو بس حكيم شاكر بس تقول ما انتقد اي مدرب ما انتقد مثل اليوم اعطيني مجال اليوم فضل. حكيم شاكر متعرض الى حتى تهديدات وانتقاد لاذع والمنتخب راح للبصره محافظه البصره إيه؟ قبل ايام قبل يومين ثلاثه حتى يغادر يعني يتعود على الاجواء اللي هي مقاربه تقريبا للاجواء الخليجيه فيسافر هناك انت يعني حتى مطالبه من الجمهور انه لا يتم استقبال المنتخب ولا حكيم شاكر تروح على مواقع التواصل الاجتماعي ليش زين انتقادات لاذعه طيب بكره بنتكلم عن العراق لا لا بدي اقول لك هو الموضوع صار يعني بدي اقول لك الظروف يقول لي ممثل ظروف صعبه طيب احنا بكره عمره الاحداث ضعيف جدا المباراه بالنسبه لمنتخب العراق بكره راح نتحدث عنه ما ندخل في مجاله على اساس انه معنا 10 دقائق رشيد ومعنا منتخب البحرين نتحدث عن منتخب البحرين المنتخب اللي حتى الان لم يحقق البطوله المدرب طبعا يقود المدرب العراقي عدنان حمد المدرب السابق لمنتخب الاردن ومدرب سابق ايضا للمنتخب العراقي والبحرين في التصنيف 104 إذن البطولة الأولى أكيد لكأس الخليج ولدت وأقيمت في البحرين لكن حتى الآن منتخب البحرين لم يحقق البطولة رشيد ما هي الأسباب برأيك؟ عقدة كأس الخليج عقدة كأس الخليج طيب. مع العلم أنه كان عنده جيل يوازي الجيل اللي مر جيلنا نحن يعني جيل الألفين صحيح كان عنده وكان ممكن يوصل كأس العالم مرتين يوصل كأس العالم وكان أقرب يعني مع ترينداد وتوباغو مع نيوزيلندا أساسي مركز الرابع يعني الفريق كان عنده عناصر إيجابية ولكن زي ما قلت الضغط الإعلامي والمطالبة حتى البطولة الأخيرة كان مطالب بالبطولة يعني ما في حل إلا أنك تأخذ البطولة والفريق ما قادر يتعامل مع الضغوطات الإعلامية والجماهيرية وبالتالي فريق يملك كان دائما يملك عناصر جيدة فريق دائما عنده الحافز الفوز عنده الحافز التنافسي موجود فيه العناصر اللي موجودة فيه مميزة دائما اللاعب طبعا عامل كان عامل الضغط اللي دائما يتعرض له انك انت مطالب بالبطولة هذه بتجي في مباراة مهمة جدا في واقع مهمة جدا تلاقي بيفقد تركيزه بيخسر المباراة بتفاصيل صغيرة جدا فالمنتخب البحريني هذا يمكن الشيء السلبي اللي دائما عانى من خلال مسيرته تلاقي المركز الثاني كم مرة حقق المركز الثاني كم مرة منافس على البطولة حتى في أيام ما كانت تجمع تلعب كل المنتخبات مع بعضها البعض نظام البطولة دائما بيطلع الدور الرابع اللي قبل الأخير مرتين او ثلاث مرات مع منتخبنا مره في خليجي 18 وهدف خليجي 17 وخليجي بدر الميمن بالراس فبالتالي في البحرين خليجي 17 نفس وخليجي 17 وكان منتخب يعني يملك عناصر جيده جدا ومحترفه معظمها كانت محترفه برا يعني المنتخب هذا اعتقد حظوظه فيما هذا الجانب يعني يملكون مدرب جيد خبرته كبيره بالكره سواء كان مع منتخب العراق مع منتخب الاردن عمل نتائج إيجابية جدا فبالتالي خبرته وحتى استقراره في مباريات الودية أيضا المباريات الودية ما كانت سيئة جدا وتحضيره للبطولة هذه تقريبا في رضا عن المجموعة حتى أن العناصر معظم العناصر قريبة من بعض يعني أنت معظم العناصر من المحرق ومن الرفاع الغربي والشرقي فبالتالي أعتقد أنه حظوظه صحيح أنه نحن ممكن نعطي السعودية وقطر الأفضلية يعني كون المنتخب القطري بنتائجه لكن أعتقد أنه هو يملك حدوده إذا تعامل مع المباراة الأولى بإيجابية أعتقد أنه محتاج مباراة من مباراتين وطبيعة اللاعب البحريني قادر وانت قلت المباراة الأولى مع اليمن قد تساعد الفريق فوزي كيف ترى حظوظ منتخب شوف البحرين المنتخب البحريني في نظام المجموعات لسوء حظه ان في هذه الفتره كان المنتخب العماني في اوجه افضل في اوجه عطاء خاصه في السيمي فاينل يعني. ايوه يعني دائما احنا نواجه المنتخب البحريني في الدور الاربع قبل النهائي البطوله اللي في 17 البطوله اللي كانت بالامارات كان مقدمين مستوى طيب وكانت مجموعه من اللاعبين صراحه ما اعتبرهم انا الجيل الذهبي للمنتخب البحريني نعم شوف انا في هالبطوله المنتخب البحريني انا اشوفها حظوظه يعني بتكون استبعدت يعني انا ما
انا اتمنى له التوفيق. انا لو تاخذ قول توقعاتي ولا اتمنى اتمنى المنتخب العماني يحرز البطوله، نعم، او اذا ما حرزها المنتخب العماني يحرزها المنتخب البحريني. تتعاطف مع اتعاطف معهم، الاخوان يستاهلون بطوله. يمكن كل المنتخبات الخليجيه حرزت البطوله الا المنتخب البحريني، لكن المنتخب البحريني بيمر مرحله احلال. هذا هي نقطه المهمه في المنتخب البحريني. نعم. لكن انا اشوف المنتخب البحريني انه يعني خلال مبارياته التجريبيه مع المدرب عدنان حمد يقدم مباريات طيبه يعني في المستوى، بس مش يعني ما ترشح للبطوله. ما ترشح للبطوله، هذه نقطة عمر للمنتخب البحريني. هيثم، ابتسامه عريضه، ماذا تعني هذه الابتسامه وانت تسمع كلام فوزي؟ يعني انت ترصدني خالد؟ لا لا، قبل شويه يعني فرحنا معك. يعني بعد ما اعرف مبتسم اليوم، يعني شفت فوزي اليوم معانا مبتسم. نعم، واحنا سعيدين بوجودك. تفضل هيثم. اولا فعلا شوف، بس بشكل سريع، لان كالديرون ظهر في اللقطه وما معنا وقت. المنتخب البحريني يعني لعب 6 مباريات تحضيريه، فاز على الكويت 1-0، تعادل مع اوزباكستان، تعادل مع العراق 0-0، تعادل مع كوريا الشماليه 2-2، وفاز اخيرا على سنغافوره بهدفين مقابل لا شيء. احد الاهداف سجلها اسماعيل عبد اللطيف اللي احترف في الدوري العماني. نعم. عدنان حمد المدرب اللي يعني مرافقه انا يعني من نهايه الثمانينات تقريبا. وهذا الرجل يعني ومع الفرق اللي اشرف عليها من ابتداء محليا من نادي الزوراء. نعم. العراقي، وفي ظروف صعبه استطاع ان يصل الى حقق نجاحات، يعني نجاحات على اساس الوقت. نعم. نعم. ومن ثم مع الاردن وتجاربه، واخيرا مع البحرين. نعم. هو يعني دائما اسلوبه يلعب بهذا الاسلوب 4-3-2-1، يعني 4-5-1 ويغيره، يعني يعتمد على الاسلوب الدفاعي، يعني عندما خصوصا عندما يلعب مع فرق يعني ربما يكون هناك فوارق. يعني انا ضم صوتي للفوزي ليش في هذا الموضوع؟ يعني فعلا هناك احلال بالكره البحرينيه. الكره البحرينيه امتعتنا في الفتره الاخيره، وكانوا قريبين صحيح بالمجموعه الذهبيه على احبيل وطلال و مسلمين. يعني محمد، الاسماء هذه اللي شاهدناها المتالقه اليوم فعلا يمكن ما موجود الا لاعب او لاعبين او ثلاثه، يعني محمد حسين قائد الفريق، والحارس صار عنده خبره سيد محمد جعفر، بالاضافه الى اسماعيل، وايضا اعتقد هناك حسين بابا الصور موجود، وعبد الوهاب المالود ايضا شاهدناهم في بطولات في بطوله الخليج الاخيره كان لاعب جيد. لكن مع ذلك في هذه البطوله يعني انا اعتقد انه في هذه المجموعه بالذات، يعني اليوم هو واقع مع فريق ذكرنا صاحب الارض والجمهور، وفريق اخر هو المنتخب القطري، هناك تصاعد في ادائه، يعني ربما ينافس على المركز الثاني في هذه المجموعه. طيب هلال، في دقيقه. شوف، انا اقول لك انه المنتخب البحريني متراجع في ظل التقييم من الاتحاد الدولي، يعني المركز 104 في تراجع كبير بالنسبه، ولكن مثل ما ذكر الاخواني انها هي مرحله تجديد. الكابتن عدنان حمد يعني كمدرب، انا من المدربين اللي يعجبني الكابتن عدنان في ظل النتائج اللي حققها تحديدا مع المنتخب الاردني، حتى لما كان مسك فتره بسيطه مع المنتخب العراقي، ولكن لما حصل الجو غير مناسب الرجل كان شجاع وقد المسؤوليه وما قال هذه بلدي انا بتعاطف، لا، العمل اساسه طبعاً يجب ان يكون صحيح، ولكن لما شاف الظروف غير جيده انسحب بكل هدوء مع التمنيات للمنتخب العراقي بالتوفيق. ولكن كمنتخب البحرين هو يعني تقدر تقول هذه البطوله المفقوده برغم انه ممتلك، ولكن بحكم انه اول دوره هي اللي كانت في البحرين، هو دائما يبحث عن هذه البطوله. مثل ما قالوا هذه المجموعه يمكن السعوديه وقطر هم الاقرب. طيب احنا عموما وقتنا انتهى. هلال المخيني وهيثم خليل، والله في موضوع، ولكن بكره ان شاء الله. ولكن ان شاء الله ان شاء الله بكره كابتن رشيد جابر والكابتن فوزي بشير، شكرا لكم. فوزي اطلاله جميله اولى اطربتنا بالتمريرات والاهداف، واليوم بحديثك الجميل ايضا في الدكه، نتمنى لك الافضل دائما. وصلنا للختام، بكره ان شاء الله تعالى نفس الموعد الساعه 11 راح نتحدث عن المجموعه الثانيه، مجموعه منتخبنا الوطني، اللي نقول مره اخرى دعواتكم للاحمر ان شاء الله بالتوفيق من خلال هذه البطوله. هذه تحياتي وتحيات مخرجنا وليد لهيبي، الى اللقاء.